تعالوا اجلسوا والله تعالوا اجلسوا من صغار ومن كبار حياكم الله مرة أخرى أعزائي المشاهدين في هذا البث وفي هذه الليلة الجميلة التي نحتفل فيها بفعاليتين جميلة وهي تدشين كليب المبدع عفاف البارقي وكذلك تدشين البوابة الإلكترونية لعالم أطفال مواهب وقناة أطفال ومواهب الفضائية. ها نحن نعود في اللقاء وعبر الهواء مباشرة. نرحب بكم مرة أخرى ونقول إنه اللقاء هو عبارة عن لقاء مفتوح مع الزهرات الموجودات معنا اليوم, أيضا يعني جولة كذا جميلة مع الجمهور الحاضر لعالم أطفال ومواهب الفضائية. عندنا يعني تذكير عن سحب اليوم. اليوم حيكون إن شاء الله عندنا سحب على سيارة, اليوم حيكون عندنا سحب على سيارة وكذلك حيكون عندنا سحب على أجهزة كهربائية. طبعا حنتكلم إن شاء الله عن اللي هي البوابة الإلكترونية. حنا سألنا قبل المغرب سألنا الزهرات يعني وش اللي فاهمين من البوابة الإلكترونية, كانت إجاباتهم جميلة ولكن كانت محصورة فقط عن إنه كل زهرة لها يعني تعريف بها أو كل زهرة لها اللي هي صورة لها أو مثلا أو أعمالها. نعم لكن البوابة هي لها شيء أعمق بكثير. يا عفاف لو تبغى تدخل معنا بالمايك لازم. طيب احنا نحب ايضا نقول انه حفلة سنوية حيوافق, طبعا خلاص تم تحديد حفلة سنوية حيوافق 10 رجب اللي هو يوم الجمعة في الاجازة الى اخر يوم او قبل اخر يوم في الاجازة حيكون عندنا حفلة سنوية هنا في عالم اطفال المواهب. مثل ما نعرف انه حفلة سنوية حفل يختلف عن بقية الاحتفالات, حفل دائما تكون فيه مفاجآت كبيرة للحضور وللزوار والمشاركين معنا في حفل سنوية القناة. حفل سنوية القناة هو يعتبر أكبر حفل تقيمها القناة في مختلف الحفلات اللي تقيمها. طبعا نذكر أنه عالم أطفال المواهب عالم مليء بالمتعة والفائدة, عالم مليء بالألوان الجميلة والرائعة, عالم مليء بالإبداعات المتنوعة مع نجومها وزهراتها. عالم أطفال مواهب الكثير يسأل يقول عالم أطفال مواهب هل يختصر عالم أطفال مواهب بمسرح فقط؟ عالم أطفال مواهب نعم في مسرح ولكن يوجد فيه مدينة ألعاب متكاملة ويوجد فيه إيش جوري؟ أسر منتجة صحيح, يوجد فيه أسر منتجة, يوجد إيش؟ مكان خاص للتصوير, يوجد فيه أماكن خاصة للتصوير صحيح, يوجد فيه مدينة العام متكاملة قلناها يوجد فيه أيضا اليوم عفاف وإلهام مو متفاعلين معنا وجلسات عائلية حلو. يوجد أيضا فيه اللي هو نعم إيش محلات هنا كشكات صحيح. نعم يوجد نعم اللي هو قلنا رسل المنتجة أيضا مطاعم متكاملة بوفيات نعم مطاعم بوفيات وأيضا يوجد طبعا استوديوهات اللي هي بيت الزهور ومليون هلا واستديوهات الفعاليات لمن يحب اخذ اجمل الصور في موقع اللي هو موقع الاستديوهات. خديجة كأنها قالت شيء بس مو سامعة وش قلتي؟ اهم شيء مسرح اطفال مواهب موجود فيه تقول اهم شيء مسرح اطفال مواهب موجود, هذا اهم شيء صح يا عفاف ولا ايوه طيب حياكم الله. اذا خلونا نبدا مع عفاف ونقول عفاف اليوم يعتبر بالنسبه لك يوم يختلف وهو تدشين كليب حلمت. هذا الكليب اللي تقريبا عفاف كانت تتدرب عليه تقريبا ما يقارب 3 أشهر 4 أشهر لا احنا شفناه تقريبا قبل 3 أشهر كم 6 أشهر 6 أشهر ايوه. وكيف محاسبت لها يا جور يعني كيف حسبتي؟ لانه بابا قال يعني 6 أشهر يعني اذا كانت يا عمو 6 أشهر يعني اكيد في ابداع كثير اكيد في ابداع اكيد اكيد ما دام انها 6 أشهر فلذلك الطبخه يعني استوت يعني صح اكيد. جميل جوري تكلمي بالمايك والاستعراض اكيد. طيب خلينا نقول لعفاف اللي يبغى يتداخل معنا يتداخل معنا, ترى المجال مفتوح واللقاء يعتبر مفتوح طبعا. خلونا نقول لعفاف كليب حلمت 6 أشهر انا يعني من وجهه نظري انه الوقت هذا طويل جدا لتسجيل وميكس الانشودة, وهل يعني العائق
أنا ما أقول إنه عايق، مثلاً هل تأخر الأنشودة هذه لهذا الوقت، هل يعني إحنا نسميه مثلاً عائق كان أمام عفاف، ولا إنه عفاف كانت تعيد الأنشودة لين تبغى تضبطها يعني مرة، ولا إنه عفاف يعني كانت ما تعرف، ولا يعني وش القصة يعني؟ لا كنت أعيد أكثر من مرة. أيوة. لين كنت أباها تضبط يعني. أي. حلوة. جميل. عشان كذا تأخرت 6 أشهر. إيه يعني عفاف قالت هذه حلمت لازم تضبطيها للنهاية يعني صح؟ أيوة. طيب جميل. هذا إذا عفاف قالت إيش؟ عفاف قالت إنه يعني كانت تعيد أكثر من مرة، يوم شافت أنشودة ما ضبطت عادت لين تضبطها، قالت إنه إيش؟ تبغى يعني أنشودتها تستوي. طيب عفاف الآن أنت مرتاحة للعمل يعني؟ شفت العمل اللي لسه؟ لا بس شفت شوية. شوية شفت يعني أنا ما أقصد الكليب، لا الأنشودة نفسها. الأنشودة نفسها يعني المقطع نفس الصوت. هل أنت مرتاحة له الآن يعني ضبطيه؟ للآخر يعني. أيوة. إن شاء الله إنه يعني تلاقي قبول واستحسان مثل كليب وطننا حبيبنا. تكلمي خذ المايك تكلمي تفضل خذ المايك. طيب نشيد حلمت إيه دقيقة حنشيدها حنفرح مع بعض وحنشيدها مع بعض، لكن لسه السؤال مستمر لعفاف. عفاف كليب حلمت قلتي تسجيله استمر 6 أشهر، كان عفاف تنتهي الأنشودة وتعيدها مرة أخرى، تنتهي الأنشودة وتعيد مرة أخرى سجلها، لأنها ودها إن الأنشودة تكون مضبطة للآخر. طيب عفاف صورت الكليب مثل ما قلت في قبل المغرب في البث قبل المغرب إنه أنت صورت الكليب أسبوع. الأسبوع هذا يومين كان فيه الزهرات وبقية الأيام كانت عفاف لحالها. أيوه. تعبت عفاف وهي تصور؟ كثير. ها مو كثير. ايه انا عارف طبعا. من تكلم في المايك؟ انا عشان الناس يسمعوا اللي حاضرين وايضا اللي يتابعونا. ها في يوم انا ولارا جينا عشان رافقها. ايوه مقلبتها. يا سلام يا سلام، يعني انت تعمل فيها مقالب وفي كلبها؟ طيب لا مو في الكلب يعني. ايه جميل حالنا. جميل. طيب نقول المقلب ولا ايوه اول شيء جد يعني بابا راح لها واخذني انا ولارا، كنا في السياره تخبيت ورا في السياره. ايوه معروف. ايوه بعدين عفاف دخلت وما شافتني وما لاحظت انه في احد، عشان بابا قال لها انه ارجع معها اختبارات ويمكن ما تيجي، فعشان بابا كان ضبط معايا وهي ولارا. ايوه يعني بابا هو بين كان معكم في المقلب. يب يب. ايه خطير. ايوه ولارا كمان. لارا كان. ايوه ولارا ايضا تعاونت معك. جميل. ايوه, أيوة. بعدين كنت اخرج راسي شويه اشوف عفاف اشوف وانا اقول له حرام ليه تروح لارجوان. تقول له حرام يا اخي، يعني كنت تقول له حرام رحله ويقول لها لا مش لازم. ايه يعني جميل، يعني انتم المقلب اللي عملتوه في عفاف انه يعني انه رجوان ما حتجي لتصوير الكليب وكذا، ولكن في النهايه انها جت يعني. أيوة. والله جميل. لما فجاتها قالت يعني ما زعلت مني عادي. جميل، يعني بجيتك فرحه عفاف وعرفت انه بتصوري معها. طيب اذا مثل ما قلنا انه عندنا اليوم تدشين كليب المبدع عفاف البارقي حلمت، هو كليب يتكلم عن الطموح وعن الامال الجميله وعن الانسان. يتكلم عن ايش جور الكليب؟ نعم يعني عن النجاح المستمر. جميل. عن الحلم. أيوة عن الحلم إنها حققت أحلامها، حلمت وفي الأخير حققت أحلامها وصلت لحلمها. جميل. ها وإيش باقي؟ دخل معنا إلها مش باقي. ها إيش نبغى حد يدخل معنا؟ الإصرار والعزيمة. الإصرار والعزيمة. جميل. هي أسين في حلم ما حققته جود ايش؟ تبغى تسافر تركيا ولسه؟ لا ان شاء الله بتسافر. ليه ما تسافر ان شاء الله؟ بتسافر عفوف، ليه ما تسافر ان شاء الله؟ طيب طيب اللي يبغى يتداخل معنا بالكلام لازم. طيب انا فيديو كليب حقها هناك. ان شاء الله كلام خلاص راح عليها حلم. كليب ثاني ان شاء الله. ان شاء الله مره تحب تركيا. طيب ان شاء الله يا عفوف انه تصور كليب الوداع في تركيا ان شاء الله باذن الله. طيب خلونا نقول
عن فعاليات أطفال مواهب، متى يتواجد النجمات في عالم أطفال مواهب؟ هل في مثلا متى يتواجدون يا كل خميس وجمعة ويوم الأربعاء، بعض أحيان نجي بعض أحيان لا. جميل، يعني يوم الأربعاء. طيب يوم الأربعاء وش تسوون فيه يمتشون هنا؟ تدريب. تكلم في المايك. ايش تدريب؟ واذا في شيء مرض ضروري يوم الاحد والاثنين يعني نحضر. عادي. جميل جميل، بس ما نطول يعني. فعاليات دراسه ايه. جميل جميل، بس احنا احنا لا احنا الان نسال عن متى يتواجد اطفال مواهب في عالم اطفال مواهب، في ايام الاسبوع، ايام الاسبوع او ايام الويكند متى يتواجدون؟ يوم الخميس والجمعه. يوم الخميس والجمعه، ايوه. جميل، ايام الاجازه ايام الاجازه كل يوم يتواجد. أيوة. طيب في الايام هذه الحاليه، الايام الحاليه يعني الخميس والجمعه، الخميس والجمعه يعني. ويوم الاربعاء استعداد اليوم الخميس. أيوة. ويوم السبت نجي، بس احيانا لما يكون في بيت الزهور نجي لبيت الزهور، اذا ما كان في بيت الزهور فعاليات فعاليات. أيوة. وكمان يا اهل المضيلف جايين لكم قريب. جميل. لازم يعني تحضرون. جميل جميل. المضيلف. طيب طيب انا اقول انه يعني احنا تكلمنا عن موقع اطفال، عن عالم اطفال مواهب، انه في اسر منتجه، وانه في اللي هي اماكن متفرقه، مدينه العاب متكامله، مطاعم، وتكلمنا عن اسر منتجه كثير، ايضا تكلمنا عن كلب عفاف في الفتره هذه كامله. الان احنا انتقلنا عن الكلام عن الكلام متى يتواجد اطفال مواهب في الموقع، متى؟ لا ما نسمعك جوري، تكلم في المايك، احنا ما نسمعك كذا. لازم يحضرون حفل المخوع اللي. جميل، احنا قلنا طبعا. طيب خلونا نتكلم عن يا خلونا نتكلم عن اللي هو البوابة الإلكترونية لعالم أطفال مواهب وقناة أطفال مواهب. قلنا انه كان بعد المغرب كان في إجابات جميلة منكم، ولكن الإجابات انحصرت عن اللي هو صور الزهرات. انتم يعني فرحانين انه في صور الزهرات وفي يعني اناشيد. اتكلمت، اعطينا وش فكرتك عن البوابة الإلكترونية يا خدوج؟ هو تعريف عن الزهرة نفسها، لقبها واناشيدها، ولقبها واناشيدها. جميل. انا 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 حاعطيكم. ايوه دقيقه. ايوه واناشيدها. جميل. لقبها. جميل. ايش اطوى خلو رجوان ايش تقول اسمها؟ ايش واسمها تقول؟ اسمها. جميل. صورتها. طيب انا هعطيكم كلمه ممكن هذه تكون حصريه للمشاهدين الان والجمهور الحاضر. حيكون ان شاء الله تسجيل اناشيد سنويه القناه في مصر، وحيكون هناك في لقاء جماهيري مع جمهور مصر اللي يحبوا يحضروا لتصوير في او على قناة اطفال مواهب. حيكون ان شاء الله عندنا هناك في مصر عندنا لقاءات مع الجمهور، وعندنا حيكون بعض البرامج المتنوعة في مصر يعني خلاء التصوير، يعني حيكون عندنا او عفوا التسجيل، حيكون عندنا تسجيل، وحيكون عندنا ايش يا رحوم؟ وكمان اناشيد السنوية واناشيد خارجية سوف تعرض في السنوية. يا سلام، ايش الحركات هذه؟ سوف تعرض. حلو هذه. اذا هذا اليوم اعلناها صح، ما قدنا يعني احد اعلنها من قبل صح؟ صح. اذا هذه حصرية تعتبر صح؟ طيب خلونا نقول عن البوابة الالكترونية. البوابة الالكترونية هذه يا جوري هي يعني خلونا نقول هي بوابة شاملة للجميع. ايوه فيها يعني كل نجمه، كل زهره موجوده اعمالها، كل ما يخص القناه كل ما يخص القناه. ولكن احنا نبغى يعني نعطي فكره عنها مفصله شوي. ايش البوابه الالكترونيه؟ ايش يقدرون يتواصلون عن طريق البوابه الالكترونيه؟ يقدروا يتواصلوا عبر البوابه الالكترونيه. كلام جميل. طبعا البوابه الالكترونيه قلنا انه من خلالها يستطيع الواحد يا ارجوان، من خلال يستطيع الواحد انه يعني يعرف كل شيء عن القناة، يعني انه يحجز مثلا مقعده في الحفل، يستطيع من خلالها انه مثلا يطلب الفرقة للموقع، يعني لموقع حفل خارج المنطقة زي او المضيلف. بالضبط يطلبنا منها. لكن في بعضهم لما تم تفعيل او لما تم عرض القناة وش اللي حصل؟ اللي حصل انه في كثير من المتابعين، كثير من المحبين، كثير من الناس اللي يتابعوا جو يحجزوا، يقولوا طيب تعالوا. طيب مين انتوا؟ مين اللي حجزتوا؟ قالوا حنا مثلا انا واختي حجزناكم، باكم تجون. كيف طيب؟ لا لابد الدعوة توجه من
يعني لا بد من مقر الحفل. لا يعني بيعطيكم شيء الدعوة لابد تجي من موقع يعني رسمي مثل لجنة التنمية مثل الجمعيات مثل نعم يعني شركات اللي هي مواقع رسمية أو شركات رسمية نعم يعني زي عالم أطفال مواهب زي فهذه الدعوة لابد توجه من قبل يعني هالأماكن اللي ذكرناها. تكلمنا عن الموقع وقالت رحمة إنه رحمة صورتك موجودة يا رحمة في الموقع؟ أيوة. ولا لسه ما جهزتي جميع الروابط تبع الصفحة و إلا موجودين كلنا. طيب إذا تذكرتي يا رحمة أنا بفتح الموقع الآن تذكرتي رحمة صورتها رقم كم؟ يعني يعتبر أنت أذكى واحدة اليوم ها؟ لا تسألي ها؟ لا تعدين تتذكري سريع واحد اثنين ثلاثة لين عشرة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة خلاص خلاص الثالثة أو الرابعة لا ما في أنا أبغى يعني إجابة كذا يعني طيب عفاف عمو رحمة الثانية وأنت خديجة كم الثالثة وأنت كم الخامسة متأكدة يعني الخامسة جوري وأنت كم ثانية بعدين انا جميل. طيب خلونا نسال الهام نشيد السنويه في احد يكون عندنا نشيد غير السنويه نشيد السنويه اللي من راح يسجلها من النجمات او انا وعفاف وجوري وارجوان والاستاذ ابراهيم جميل عن السنويه لان في بنات عندهم اناشيد جديده بس غير السنويه جميل واللي عندهم اناشيد رحمه ووسام وحلا جميل. طيب انا ابغى اسالك سؤال يا جوري حافظة انشود السنوية وش فيها من كلمات مفاجأة اكيد مفاجأة يعني اكيد لو حرف واحد لا طيب فيها حرف الباء بس يمكن يسمعوها في البوابة الالكترونية ما اقول لك شيء فيها طيب حرف الباء ولا ما فيه ها ايوه لا خلوها شيء أيوة أيوة. فيها حرف الباء ها ايوه تقول فيها حرف السين تقول طيب فيها حرف النون طيب. ها جوري جاوة ها فيها حرف الباء فيها حرف الباء تحدك ما فيها والله فيها لا ايوه انشودتي فيها حرف الباء لا ابغاك اذكرك في يوم الحفل لا سمعيني لا اما تقولي فيها حرف الباء ما اتوقع لا عطيني لو فيها حرف الباء اعطيني وش يقول وش الكلمه اللي تقولها لا جوري وش الكلمه جوري لا هو يبغاك مفاجأة للناس مفاجأة للناس حلو يجري حلو طيب بس أقولك بس ما تفضح في المايك لا لو قلت الكلمة بقول جري لا طيب يلا خلاص يلا علميني كذا ما حد يسمع يلا وش الكلمة لا ما راح أقولها جري قلت لك لا والله لا طيب إذا إن شاء الله عندنا حفلة سنوية حيكون في 10/7 اللي هو يوافق يوم الجمعة في قبل آخر يوم طبعا يوم الجمعة هيكون عندنا حفلة سنوية هنا في عالم أطفال المواهب حفل يختلف عن بقية الاحتفالات حفل هيكون يعني توزع فيه الهدايا المتنوعة التذكارية من قناة أطفال المواهب للحاضرين والمشاركين معنا كما نذكر أيضا أن عالم أطفال المواهب طوال أيام الأسبوع تكون مدينة الألعاب مفتوحة لكل من يحب نعم لكل من يحب الاستمتاع معنا في عالم أطفال مواهب والمشاركة في عالم أطفال ومواهب أما عن الخميس والجمعة يتواجد على هذا المسرح نجوم وزهرات قناة أطفال مواهب هناك عروض متنوعة هدايا قيمة توزع للمشاركين والفائزين معنا في هذه الليلة حيكون عندنا السحب على سيارة حلو وعندنا أيضا السحب على إيش ثلاجة ايش السحب على تاتشين كليب كيف السحب على تاتشين كليب يا رجوان يعني قصدهم اللي يبغى الكليب حلو السحب على ادوات كهربائيه حلو حيكون عندنا سحب على ادوات كهربائيه اجهزه كهربائيه وحيكون عندنا سحب على سياره سحب على كيس طيب ودفتر النجمه تنزل حيكون عندنا هدايا توزع يعني لهذا صح ايوه جميل طيب تاتشين الكليب ان شاء الله لعفوف حيكون أيضا على هذا المسرح
ايش جوري؟ الى الساعة مجهزة مفاجأة لعفوف ولا باقي؟ انا ايه ما ادري ما تدرين يعني انت بتخبين علينا بس ببارك لها اكيد يا اختي العزيزة ايوه ام سميع في الواتس اختي ما في احلى اخت غيرها في الدنيا الله الله ما شاء الله ما شاء الله يعني هذا الاسم كله الطويل هذا كله يعني العفاف يعني اكيد طيب ها تكلم في المايك ما نسمعك يا رجوان ما نسمعك يا رجوان ها كلنا اخوات جوري اي كلكم كلكم معروف طيب كلنا اخوات رجوان ايوه حلو كلنا اخوات بعض يا سلام يا سلام جميل طيب عفوف ممكن نسمع منك كليب شوي هو خلاص يعني احنا ب ايه الكلمات فقط الكلمات ايش تقولي اي جوري ايش تقول حلمت صارت احلامي طريق مرسومه قدامي مشيت فيها بعزيمه وصبر وصارت فرحه ايامي حلمت صارت احلامي فرحه ايامي فرحه ايامي صحيح الوقت ما يرحم ولكن بالطموح يريد وربي ما يخيب حد يوفق من دعاه ويعيد يا سلام يا سلام والله تستاهلون تحيه والله تستاهلون تحيه تستاهلون والله حق تستاهلون يعني ما شاء الله حتى الجمهور الحاضر تفاعل معنا ما شاء الله طبعا مثل ما قلنا انه فعالياتنا متنوعه في هذه الليله حيكون عندنا سحوبات متنوعه على سياره وادوات كهربائيه وعندنا تدشين لحلم عفاف تدشين لكليب عفاف حلمت والبوابه الالكترونيه جميل جميل اذا فعاليات متنوعه في هذه الليله سوف تشاهدونها خلال البث المباشر بمشيئة الله تعالى نكمل الحديث عن أنا والله ما ودي نقطع عن الكليب صراحة لأن الكليب هو يعني مثل ما قلنا هو اليوم أجمل شيء اللي حنشوفه اليوم ما أحب لا باقي أشياء كثيرة عن الكليب عمو خلاص المخرج الجميل والمخرج صح أستاذ سامي حداد أي وشبه والمخرج عمو ايوه عمو احمد والمصور احمد شنيني اي نعم الاستاذ احمد شنيني طيب عمو خلاص لا عاد تتكلم عن الكليب والله لا مفاجاه يعني هو مفاجاه صحيح بس انا ما انا قادر يعني اصبر على الكلام عن الكليب ما ادري ليه طيب خلي شويه عشان يتحمسون يا عمو طيب. عمو الجمهور مره متحمسين عشان يعرفون الكليب نفسه صحيح صحيح تكلم ايش تبغى تقول كلمه طيب تفضل تكلمي طبعا اشكر الاستاذ سامي واشكر الاستاذ احمد الشنيني واشكر كمان الاستاذ ابراهيم على هذا الكليب الرائع طيب وعمو سليمان الدجاج جميل اذا في كثير وقفوا خلف هذا الكليب كل من تعب وساهم من اجل نجاح اشكر مين ها وكل الجمهور اللي تابعوا واشكر الاستاذ عمو احمد الصبار دقيقه اسمع 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 جيل ايش تقول نسيت تشكر احد من هو اكرم والله يا اكرم يستاهل تحيه اسمعوا تحيه اسمعوا تحيه يستاهل وين تعود يستاهل والله طيب يعني اكرم هو جامعك ايام التصوير ما وكان يشتري ايش مويه شفتي اكرم ما قصر كان يشتري لك مويه عفاف وانت ذلك ايوه وكان يشتري مويه حتى لاني قلت ابغى مويه وشكر خاص لاكرم يستاهل يستاهل اذا كليب ان شاء الله يعني احنا نقول انه كليب حيكون جميل فعلا كان مواقع التصوير مختلفه للكليب فكرة الكليب كانت جميلة الكثير يعني تعب في تصوير الكليب حتى من قبل ما تبدو في تصوير الكليب أنا شفت كان في أعمال من خلف الكواليس من خلف الكواليس كان في تغيير لبعض دهانات الجدران كان في يعني عمل جبار إن شاء الله حنفرح اليوم بتدشين الكليب على مسرح عالم أطفال ومواهب إن شاء الله وحنفرح بهذا الكليب الجميل اللي طال انتظاره والكثير الكثير ايوه شيء في كشف وشو؟ ها؟ يا جوري رحت القلم يا جوري احنا نتكلم عن كليب وما كليب حلو 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 ايوه بس احنا نتكلم عمر عمو زي القمر ايوه بس عمو احمد زي هذا ايه احنا نتكلم عن كليب وما كليب وانت رحت للقلم يا جوري ها طيب سؤالي يعني عروض المسرح ان شاء الله عروض المسرح ان شاء الله تبدا
في يعني قبيل اللي هو التدشين وما ايوه حيبدا عندنا اول شيء التدشين وبعدين العروض او اول شيء العروض ولا بعدين التدشين التدشين سواء كانت تدشين او عروض او عروض تدشين كلها اصلا في سياق واحد وكلها ان شاء الله حتكون تقريبا بعد حيكون في وقت فاصل البث الاول حيكون عندنا فاصل ان شاء الله ونبدا في مسرح وعروض متنوعه ان شاء الله الكلاب تدشينه والفقرات المتنوعه و اللي هو السحوبات كلها حتكون على مباشرة من عالم أطفال أيضا هنا دعوة نوجهها لكل من هم حولنا وحوالينا ويتابعنا الآن بإمكانكم الحضور طبعا الدخول مجاني بإمكانكم الحضور والمشاركة معنا في فعاليات الليلة وفعاليات اليوم مع نجوم وزهرات أطفال مواهب السحب على أجهزة إلكترونية والسحب الكبير على سيارة أيضا تدشين نعم أدوات كهربائية أيضا التدشين كليب المبدع عفاف البارقي حلمت وأيضا تدشين البوابة الإلكترونية نعم عمو طبعا مقدما قبل التدشين مبروك للطاقم أستاذ إبراهيم على تدشين البوابة الإلكترونية ومبروك للنجمة عفاف على تدشين كليبها مقدما جميل طيب أنا لأن كل واحدة منكم موجودة معنا الآن أحافاجيكم بالشيء هذا أحد مستعد أحد مو مستعد أنا مالي دخل كل واحد وكيف يعني توجهوا كلمة العفاف بمناسبة تدشين كلبها طيب يلا حنبدأ من اللي حيوجه الآن يعني الكلمة نحن سليمان يقول فجعتني بالصوت أنا. طيب تبدأ أرجوان يلا تفضل يا أرجوان خلاص جوري حرام صغير. لا أنت خلاص مو خلاص أنا يلا تفضل إلها طبعا اقول مبروك لعفاف على المناسبه الحلوه هذه تدشين كليبها واتمنى كل المشاهدين انهم يتابعوا يوصلوا اكبر عدد ممكن وشوفوا المفاجاه اللي مره رائعه طيب إلهام ما شاء الله عليك طيب إلهام انا ابغى اقول لك حاجه بس ممكن انت ما عرفتيها ولا شيء طبعا اللي يتكلم هنا في السماعه اللي هنا مين عمو سليمان الدوجان عمو ولا بابا عمو بابا يعني بابا في البيت لكن عمو في الفرح حتى انا طيب بابا طبعا هو تدري وش اللي سوى يعني انا المفروض اني ما اقول لك انا ابغى اقول والله ابغى اقول وش اللي سوى انا يوم اني تكلمت هنا بصوت قوي خلاص هو يقول لي ازعجتني بعدين سكت يوم انا جيت اتكلم معاه قام يتكلم بصوت قوي هنا في السماعه ليش يبغى يزعجني ليش انا ازعجه يجازيني يعني طيب إلهام وجهت كلمة جميلة لعفاف بمناسبة اللي حيكون معنا بعد شوي اللي هو تدشين الكليب كانت كلمة جميلة ولطيفة من لهم لعفوفتنا وش الكلمة اللي تقولها جوري لعفاف مبروك يا فوفي على الكليب الحلو فإن شاء الله الجمهور يوصلوا أكبر عدد لايكات يا سلام يوم. يا سلام إذن جوري كلمتها جميلة لعفاف وأشكر وفي نفس أيوة وأشكر الأستاذ سامي والأستاذ أحمد الشنيني وأستاذ أحمد وسليم وأشكر الأستاذ سليمان الدوجان على كلمة عفاف يا سلام يا سلام يا سلام والله جوري كلمتها جميلة وأيضا وجهت لكل محبين عفاف لكل متابعين عفاف يا ليت يعني تطيروا الكلب في اليوتيوب تطيروا بمتابعات قوية ولايكات ودائما ايش يقولوا سكسبرايب مدري شو سبسكرايب ايوه ايش سبسكرايب واشتراك في القناه ولايكات يبغوا يطيروا الكلب نبغاه يكون متابعته قويه جدا ايوه نبغى في كثير نبغى في اول تصلها. بس خمس دقائق يوصل 100,000 لا دقيقه تريليون الكليبات كلها اللي حتنزل للثانويه او خاليه ثانويه لازم اكبر عدد لايكات حلو ايضا هنا جوري ما شاء الله جوري ما شاء الله عليها تستغل الفرص الجميله هذه حتى انها ايش ترسل رساله كذا سريعه ما شاء الله على جوري ما شاء الله طيب الكلمه الان الى ارجوان حتوجه كلمه يعني احنا نسميها باقه ورد توجهها لعفوفتنا وش تقول عفاف لا انت لا هي كلمة أنت يعني يلا تتجهزي ما شاء الله عليك طبعا ولسه تجهز يا أيوة تجهزي طيب ما دام إنه فيها تجهز كده في الجلسة وتغيير الجلسة أكيد يعني إنه الكلام خطير أيوة الكلام خطير وقوي أنا متأكد تفضلي مبروك عم أمزح والله عفاف تستاهل كثير أيوة كلام من هنا
طيب أرجوان يلا أبدأ، نبغى نسمع الكلام الخطير. أول شيء أقول لها مبروك. يلا لازم صوتي يكون حلو. طيب أنا هعمل لك مقدمة وأنت تقدمي خلاص. طيب يلا، ها هي النجمة أرجوان تقدم هذه الرسالة إلى نجمتنا عفوفة بمناسبة تدشين كلب حلمت. ها عمو حلمت وليس حلمت. ايه يلا وش تقولي؟ لا خلاص ايوه. اول شيء اقول لها وين رايحة؟ ايه يلا يا رجل يلا مبارك كيفك؟ لا خليها ايوه تفضلي. مبروك يا عفوفة حبيبي مبروك. يا بابا قدم لها شيء. طيب دقيقة طيب خلينا بس عشان بس نواصل وبعدين نرجع لك يا جوري. دقيقة ولا أقل؟ عمو أحمد كانت رسالة جميلة من أرجوان من بعض الأم ومبروك لعفاف. طبعا عفاف فهمت أيوة أنا 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 أرجوان 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 ذكرتني بالشخص اللي ما عنده كلام مثلا كيف حالك وأنا الحمد لله هو ما عنده كلام أصلا هي ذكرتني بالشخص اللي كذا يعني. المشكلة أنها حمستنا في البداية مسوي وتعدل الجلسة وكل شيء طلع مبروك خلاص وصلت الرسالة فهمينها كلها بس المهم هي قدمت يعني. طيب أيوة. طيب عندنا جوري عندنا أقول لها مبروك 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 يعني أكبر مبروك اليوم. أنا أكثر واحدة اليوم أبارك لها وأكثر أكثر أكثر مرة كثير. جميل جميل. طيب جوري تقول عندها شيء تبغى تقدمه لعفوف وش تقول يا جوري؟ عمو أرجوان كأنها زي اللي في العيد تقول له كل عام وأنت بخير ما عاد يعرف إيش يرد. وأنت بألف خير. طيب طيب عطونا عطونا مين اللي يبدأ؟ أنا عادي. يلا خديجة الآن توجه كلمتها الجميلة لعفوفة بمناسبة التدشين وش تقولي؟ يلا حابة أقول لعفوفة ألف ألف مبروك على الكليب الجميل وتتهني فيه وحابة كل الجمهور يسعدهم يسعدهم كليبها وتتهني فيه. يا سلام يا سلام. إذن هذه أكيد إذا فرحت أحد يعني أي أحد يفرح من الزهرة فرحتنا كلها يا سلام أقصد. يا سلام. إذن هذه كانت الكلمة اللي وجهتها خديجة لعفاف كلمة جميلة. أيضا رحمة وش تقول لعفاف؟ أبغى أسوي مقدمة الرحمة. والله أنا ودي لو أروح عند الجمهور وأسأل من اللي يحب يوجه كلمة لعفاف بهذه المناسبة ولكن خلونا بس نأخذ الموافقة من مخرجنا بس ممكن حتى يتسننا الإعداد. وش تقولي يا رحمة لصديقتنا عفاف بمناسبة الكليب؟ ها وش تقولي لها؟ تبغى تسوي خديجة مقدمة بعدها؟ ايش؟ ابغى اسوي لها مقدمة. يلا تفضلي. والان معكم النجمة رحمة الزيلع تقول احلى العبارات واحلى الكلمات الى النجمة المبدعة عفاف البارقي. يا سلام. يلا عادي رحمة هي قالت احلى الكلمات. مقدم خالص التهاني. طيب حلو حلو خلاص يلا. يلا يا رحمة. عجزت عن تعبيري بفرحتي بكليب عفاف. أيوة. بكليب عفاف. أيوة. البارقي. ولكن أهنيكي بكلمة تتهني فيه وإن شاء الله يسعدك وتوصل المليون في مشترك في اليوتيوب. إن شاء الله. وتتهني فيه. مهما كانت الكلمات مهما كانت الكلمات أنا أعرف إنه اللي جواتكم شيء أكبر وشيء يعني أعظم من اللي تكلمت فيه. أنا عارف إنه أحيانا الإنسان من كثر الفرح الإنسان يعني تروح الكلمات منه ما أدري ليه يعني أنا أحيانا أكون مرتب كلام مرتب. عمو ما طيب. تتكلم طيب. هذه عبارة من قلبي. جميل. خلونا يعني مدام الجمهور الحاضر عمو. هذا الجمهور الجميل اللي جالس ينادي عفاف ينادي جوري ينادي إلهام ينادي جميع نجمات الموجودات رحمة خديجة أرجوان خلونا نأخذ كذا جو عام مع الجمهور. إذن لا تروحوا بعيد حنأخذ جو كذا مع الجمهور ونرجع للاستوديو مع الزهرات. عطنا يا مخرجنا الجو الجميل هذا مع الجمهور.
ايامها ما لها مثيل، ليتنا نبكي على حسها الجميل.
طبعا ها نحن نعود مرة أخرى للاستوديو في هذا اللقاء الجميل والرائع مع زهراتنا ونجماتنا المتألقات في هذا اليوم. تحدثنا طويلا ولسه حنتحدث عن كليب نجمتنا عفاف البارقي. طبعا يعني للجمهور الحاضر معنا اليوم نصيب في البث المباشر، حيكون عندنا لقاءات مع اللي يحبوا يشاركوا معنا سواء في وسط الجمهور في الكراسي الأمامية للجمهور. حيكون عندنا الآن لقاء كل نجمة أو الموجودات معنا إن شاء الله واحدة واحدة تقوم للجمهور، حتعمل معهم لقاء، حتعمل مع الشطرات اللي يحبوا يعمل معنا اللقاء، اللي يحبوا يقدموا كلمة لعفاف، اللي يحبوا يقولوا يعني يشاركوا بأناشيدهم عبر القناة. المجال مفتوح يا إلهام، حنبدأ من عندك إلهام خلاص. بس نحب نذكر ونقول إنه فعالياتنا إن شاء الله على هذا المسرح حتكون متنوعة، فعاليات شيقة، فعاليات متنوعة لهذه الليلة. وأيضا حيكون عندنا السحب على أجهزة إلكترونية، وأيضا حيكون عندنا السحب على اللي هو السحب على سيارة. ما أدري إنه الوضع جاهز أستاذنا سامي عشان بس يبدو في اللقاء مع نجمتنا إلهام الدوجان، هتعمل لقاءات متنوعة. ما أعرف وش اللي حنقوله، بس إلهام يا ليت تجهزي كلام جميل للحاضرين معنا. مثل ما قلنا لهم نصيب إن شاء الله اليوم في هذا البث المباشر. طبعا جميل، أنا أقول يا ليت إنه طبعا حنا حنعمل لقاء مع أكبر عدد اليوم، حنعمل لقاء مع أكبر عدد اليوم. إلهام 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 خذ هناك شوف الرسالة سليمان، تعال يلا سريع. طبعا احنا قلنا انه اللقاء حيكون لأكبر عدد موجود معنا اليوم، يعني ان شاء الله الكثير حيشارك معنا، لا احد يستعجل، نكون بس اماكننا، سيتم يعني اختياركم اول باول، اعدادكم بالكلام، تجهيزكم، وايضا اللقاء. الاضاءات استاذ سامي جاهزة، الاضاءات اللي هنا والاضاءة اللي هنا استاذ سامي، الاضاءة اللي هنا حنتكلم ان شاء الله، حنشوف وش الكلام اللي حيكون معنا اليوم مع الحاضرين معنا والمشاركين لهذه الليلة من الجمهور الحاضر والمشارك معنا لهذه الليلة. اللي يحب يقدم أناشيد إبداعات في فعاليات هذه الليلة، مستعدة إلهام؟ جاهزة إلهام؟ متحمسة إلهام؟ يلا تفضلي لهم، تفضلي لهم، بإمكانك الآن التوجه إلى الجمهور يا إلهام، تعمل لقاءات مع من أحببتي من الجمهور الحاضر اليوم، من الجمهور اللي يحب يشاركوا معنا اليوم بإمكانك عمل لقاءات معهم من وسط ساحة الموجود فيها الجمهور. كما نذكر أعزائي المشاهدين فعالياتنا متنوعة، إذن لا نطيل عليكم هنا في الاستوديو، ننتقل الآن إلى صديقتنا لهم هناك في وسط الجمهور. نبدأ اللقاءات مع جمهورنا ونشوف مشاعرهم في هذه الليلة. إيش اسمك؟ الحان. من فين؟ من اليمن. ايش رايك بعالم اطفال ومواهب؟ حلو. مستعده للفعاليات؟ مستعده. كلمه توجهيها لتدشين كليب عفاف؟ احب عفاف جدا. شكرا. ايش اسمك يا حلوه؟ افنان عادل. صف كم؟ صف السادس. مستعده للتدشين؟ نعم. تحبي فعاليات اطفال ومواهب؟ نعم. شكرا. ايش اسمك؟ وجود. صف كم؟ رابع. مستعدة للفعاليات؟ نعم. تحبي أطفال ومواهب؟ نعم. طيب لما شفتي عالم أطفال ومواهب كيف كان شعورك؟ جميل. شكرا. ايش اسمك؟ رؤى. صف كم؟ خامس. عندك انشودة؟ نعم. تفضلي. ما في؟ طيب ايش رايك بعالم أطفال ومواهب؟ عجبك المسرح؟ مستعدة لفعالياتنا؟ شكرا للجمهور اللي كانوا معنا. إذن كان لقاء خفيف مع لهوم اللي استضفتهم بعد قبل شوي. الآن حننتقل لجوري، حتعمل لقاء مع من أحببت الآن من الجمهور. أستاذ سامي
حتنتقل الآن الجوري للجمهور. أيضا نذكر ونقول إنه لقاءاتنا ما زالت مفتوحة، حلقة اليوم ما زالت مستمرة معكم. هيكون عندنا تدشين كلب عفاف البارقي، هيكون عندنا أيضا اللي هو السحب على سيارة، أيضا تدشين البوابة الإلكترونية لقناة أطفال مايب وعالم أطفال مايب. طبعا كما تشاهدون جمهور حاضر جميل لهذه الليلة، الكل لربما أن نشارك معنا في السحب على السيارة. نتمنى اليوم الحظ السعيد لأحد المتواجدين. أنا والله كل أمنياتي أنه اللي يفوز واحد يكون متواجد صراحة، أمنياتي أنه شخص يكون واحد من الموجودين هو الفائز. نذكر أنه في عالم أطفال المواهب من الأجنحة المشاركة معنا هي أجنحة الأسرة المنتجة، حيث أن الأسرة المنتجة لهم موقع أو موقعين فيها جميع اللي هي الأعمال اليدوية وجميع المستلزمات اللي هي دائما ما تكون إلا بصنع اليد. توجد في عالم أطفال المواهب مواقع للأسر المنتجة لمن أحب التسوق في هذه المواقع وهذه الأجنحة. طبعا هي لحظات، وننتقل مرة أخرى مع الجوري إلى 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 وسط مدينة، إلى وسط الجمهور. جوري حتعمل لقاءات، مستعدة جوري حتعمل لقاءات؟ أيوة، الآن حتبدأ لقاءات مع الجمهور. إيه بس لحظة، وش اللي بتقول؟ يعني أنا أبغى أعرف يعني وش اللي حتقولي مثلاً؟ حتسمعي لنا مشاركة منهم؟ أنا أتمنى تسمعي لنا مشاركة منهم. أيوة أكيد. أنا أشيدهم إن شاء الله. أيوة. طيب إذا تنشد لك نشيد الجوري وش تسوي لهم؟ حلو هذه جوري. طيب يلا احنا نقول ان شاء الله انه لقاءاتنا حتتنوع مع الجوري في مع الحاضرين لهذه الليلة. ما زلنا نستقبل لمن يحب المشاركة معنا عبر الهواء مباشرة، وايضا عبر هذا البث الحي والمباشر على قناتكم، قناة كل الاطفال، قناة اطفال ومواهب الفضائية. كما نذكر مرة أخرى أعزائي المشاهدين، لكل من هم حولنا وحوالينا هنا بالقرب من عالم أطفال المواهب بالتحديد بمنطقة جازان وجازان، بإمكانكم التوجه إلى الموقع، الدخول مجاني، فعالياتنا مستمرة، حيكون عندنا السحب على سيارة وأيضا مجموعة من الأجهزة الكهربائية سيتم السحب عليها في هذه الليلة. وأيضا عندنا تدشين مثل ما قلنا، تدشين كلب المبدع عفاف، وأيضا تدشين البوابة الإلكترونية لعالم أطفال ومواهب. الجوري الآن بإمكانك التوجه إلى من ترغبين باللقاء، تفضل الجوري. إيش اسمك؟ أروى. لا جوري انت يعني اصبر لنا، اعطونا بس الاشاره لو سمحتي، لان لسه الكاميرا ما هي عليك يا جوري، فاصبر لين يعطوك الاشاره بس من مخرجنا. لما نعطيك الاشاره مخرجنا على طول. ها حط فاقر حرف نقطه ورد على بس ما بعش غلطتك، ما هي بغلطه غلطه الشعر. ايش اسمك؟ اروى. كم عندك مشاركه؟ ها يعني طيب عندي كلمة توجهيها لتدشين كلب المبدع عفاف البارقي. اللي جرح كل سبب سامحة من حساب خلاص. ايش اسمك؟ غزان. صف كم؟ أولى. عندك مشاركة؟ تفضلي. طيب ايش اسمك؟ جود. صف كم؟ ثاني. عندك مشاركة؟ أحب أطفال المواهب. إيش اسمك؟ ضيوف. عندك صف كم؟ الرابع. عندك مشاركة؟ تفضلي. أنا بديت أتعلم في روضة الحلوة، حلوة أفهم وأتقدم خطوة ورا خطوة، ألعب وقصة ألقى زميلاتي أهل وداد وحصة.
ايش اسمك؟ خليتاج. صف كم؟ ثاني. عندك مشاركة؟ ايوه. تفضلي. السيارة حت البر تجيب الحب الأحمر وتحطه في الصفاري على جية خوالي خوالي يا دلالي يا عزتي وسنادي شوق شوق يا بطة ارحم أبويا حرطة ما حرطة إلا سويرة وسويرة راحت البر أمي تناديني ما تشتبي فيني تابي تحنيني بتغير الصيني صيني على صيني وربي يعطيني واحج بيت الله وزر حبيب الله. لا عمو خاتم مرة حلو. ايش اسمك؟ رضا. صف كم؟ ثالث. عندك مشاركة؟ طيب تحبي نجمع فار؟ ايوه. ايش اسمك؟ روان. صف كم؟ اول متوسط. عندك مشاركة؟ لا احب اهني عفاف لكليبها الجديد. شكرا. تعلم في روضة الحلوة افهم واتقدم خطوة ورا خطوة خطوة اتعلم في روضة الحلوة حلوة افهم حلوة واتقدم خطوة ورا خطوة. إذن مثل ما كانت معنا جوري في لقاءات بسيطة وحلوة وجميلة مع الجمهور الحاضر معنا اليوم وعبر الهواء مباشرة، جوري لقت مشاركات جميلة من الحاضرين معنا. انبسطت جوري في اللقاء صح؟ أيوة. جميل. طبعا بننتقل الآن لقاء من حيطلع الآن؟ أرجوان. حطلع لقاء مع أرجوان وبعدها خديجة ورحمة. بس نحب قبل دقيقة نحب قبل ما تروح ايش ايه طيب نحب قبل ما تروح أرجوان نحب فقط عندنا تذكير مرة أخرى إنه أطفال ومواهب يتواجدون كل خميس وجمعة هنا في عالم أطفال ومواهب. لا هذا اليوم بس حنا نتكلم عن يعني هو يعني لا متى يكونوا أطفال ما موجودين؟ يكونوا موجودين في عالم أطفال ما بكل خميس وجمعة. كل خميس وجمعة أيضا يكون عندنا عالم أطفال ما طبعا مفتوح لكل من يحب المشاركة معنا. مدينة ألعاب متكاملة، مدينة هدايا للجمهور. جميل. عندنا هدايا أيضا للجمهور وعندنا أيضا اللي هو أسر منتجة. طبعا عندنا أسر منتجة في نفس الموقع كل يوم اللي هو أماكنهم مفتوحة لكل من يحب التسوق معنا. طبعا لقاءاتنا ما زالت مستمرة مع الجمهور. حننبسط اليوم وحن يعني أكبر عدد ممكن موجود حنطلعوا معنا في البث المباشر ونقول دائما إنه حنختصر معهم الأسئلة بقدر الإمكان. حنسمع منهم مشاركات بشكل أكبر وأفضل إن شاء الله يعفوف. أيضا يعني إن شاء الله عندنا في البث هذا حيكون عندنا يعني اللي هو تشيل كلب عفاف وأيضا السحوبات. أنا ما أسمعك تتكلم في المايك يا رحوم. هاي إذا كنت تكلميني مكالمة يعني تقول أنا أتكلم لك خاص. طيب رحمة خلينا نيجي نسألك قبل ما تروح للقاء. لا ببغى أسألك سؤال قبل ما تروحي. طيب رحمة تفضلي. جميل تفضلي رحمة. أنا ودي أسألك هل رحمة يعني تعدنا بأنشودة جديدة؟ إن شاء الله. دن دن أه؟ إن شاء الله إن شاء الله. يعني طيب يعني أنت الآن أنا 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 يعني أتمنى أنشودة غير السنوية. يعني هل تعدنا رحمة قريبا إن شاء الله بمفاجأة بأناشيد جديدة؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. حلو حلو جميل. خديجة هل تعدنا خديجة بأنشودة جديدة؟ إن شاء الله. حلو. أرجوان أيوة معاي إن شاء الله إن شاء الله. طيب ودي أسأل أرجوان. أرجوان اليوم ابغى اشوف شيء مختلف، ابغى اشوف عرض متنوع. انا حاصور سناب ان شاء الله بس ابغى اشوف شيء يختلف اليوم من اناشيد واستعراضات طبعاً. عشان عفوف تعدنا أرجوان بشيء هذا؟ ايه تعدنا أرجوان بشيء هذا ان حتقدم لهم شيء مختلف اليوم؟ ايوه اكيد اكيد. ها وش تقول خديجه؟ طيب على ايش يعني حتقدم اليوم شيء مختلف بفعاليات اليوم؟ اكيد
أكيد. إلهام. أكيد. طيب ليه فكرت كذا؟ ليش؟ احنا قلنا لك يوم الاربعاء نستعد لحضور يوم. اي اي صحيح. يعني احنا مستعدين خلاص. صحيح. عمو تدري ليش فكرت؟ كنت ابغى اشوف كلمه احسن من اكيد بس ما لقيت الا اكيد في عقلي. اذا كذا انت توقفت شوي، انت توقفت كذا شوي، بتطلع تعمل لقاء. انت وقفت كذا شوي، انت وقفت كذا شوي. يلا تفضلي الان. دقيقه ارجون، وين رايحه؟ مستعجله. طيب دقيقة رجوان، دقيقة. طبعا رجوان الآن حتوجه اللقاء مع أيضا الجمهور الحاضر. احنا مثل ما قلنا حناخذ أكبر عدد ممكن من الجمهور الحاضر اليوم، اللي يحبوا يشاركوا معنا بأناشيد، اللي يحبوا يشاركوا معنا أيضا بكلمات اللي هو فرحة اليوم، تدشين كليب عفوفتنا، وأيضا كليب أو أيضا الموقع الإلكتروني. طيب حنقول إنه الكلمات حتكون إن شاء الله موجهة مباشرة لعفاف، هي موجودة معنا في الاستوديو، وأيضا حتكون مسجلة معنا وأيضا عارضينها على الهواء مباشرة. أرجوان إليك المايك، معك المايك وإليك الجمهور. تفضلي يا أرجوان للقاء. طبعا أرجوان الآن تنطلق للجمهور لتعمل اللقاءات مع الجمهور الحاضر اليوم بأكبر عدد ممكن. قلنا إن شاء الله حنعمل لقاءات. نذكر أيضا أعزائي المشاهدين، لكل من يشاهدنا ويتابعنا الآن عبر الهواء مباشرة، عالم أطفال المواهب يفتح أبوابه لكل من يحب المشاركة معنا. أيضا اليوم حفل اليوم اللي تشاهدون الآن على الهواء مباشرة، الدخول مجاني لمن يحب المشاركة معنا. إليك المايك يا، إليك المايك وإليك الكاميرا يا أرجوان. ايش اسمك؟ نجاح. صف كم؟ سادس. عدد سميني شودة؟ ايوه. وطننا يحبنا ويسعد قلوبنا، وطننا حبيبنا. ايش اسمك؟ دعاء. صف كم؟ رابع. عدد سميني مشاركة؟ ايوه. وطننا حبيبنا نحبه ويحبنا ويسعد قلوبنا، وطننا حبيبنا، وطننا حبيبنا. ما شاء الله مستعدة؟ ايوه. حابة تشوفين يعني كليب عفاف؟ اكيد. ايش اسمك؟ سميرة. صف كم؟ خامس. مستعدة لكليب عفاف يعني سمينة؟ نعم. طيب عندك مشاركة؟ طيب اسمك؟ ماء. صف كم؟ أولى. اسمك؟ منال. صف كم؟ صف أولى. ما شاء الله. طيب عادي تسمعيني شودة؟ إيوة. تفضل. كأن حم الشمعات والشمعة الأولى تفوح إبداع، شمعة وشمعة والعة، شمعة وشمعة والعة. ما شاء الله. إيش اسمك؟ إيش؟ عندك مشاركة؟ تفضلي. يا مكة يا مكة يا حبنا يا مكة، رد الصلاة. إيش اسمك؟ ديمة. صف كم؟ أول. ما شاء الله. يعني عدد سمعين مشاركة؟ أديت أتعلم في روضة الحلوة، حلوة أفهم وأتقدم خطوة ورا خطوة. طيب مستعدة تشوفي كليب عفاف حلم؟ إيوة. تحبي عفاف؟ إيوة. إيش اسمك؟ دارين. ما شاء الله. صف كم؟ ثالث. عدد سمعين شودة؟ إيوة. يلا 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 يا حلوين، يلا يا حلوين خلاص ركبنا وحملنا شمطنا وكتبنا، على مهلك عمو لا ترعبنا، عيراع القوانين. يلا يلا يا عمو خلاص ركبنا وحملنا شمطنا وكتبنا، وحملنا شمطنا وكتبنا، عيراع القوانين. تحبي عفاف؟ ايوه. جاهزة تشوفي كليبها؟ ايوه. تحبي تعطي مين الورد؟
عفاف وإلهام. نحن نعود مرة أخرى للاستوديو الذي يتواجد فيه زهرات متألقات ومبدعات. طبعا مثل ما قلنا أنه اللقاءات هي مع الزهرات، وبنفس الوقت الزهرات حيعملوا لقاءات مع الجمهور الحاضر معنا لعالم أطفال المواهب للاستمتاع بعروض هذه الليلة، وأيضا للمشاركة معنا في تدشين كليب المبدع عفاف البارقي، وأيضا تدشين اللي هو الموقع الرسمي أو الموقع الإلكتروني لقناة أطفال المواهب وعالم أطفال المواهب البوابة الإلكترونية. نعم، أنا كذا شايف لهومتنا وعفوفتنا، يعني عندكم هدايا حلوة. أيوة، اللي قدموا هدايا وش تقولوا لهم؟ شكرا على الهدية يا نجاح. مين؟ نجاح. نجاح، إذن ما شاء الله تستاهلون هدية. أي نجاح؟ نجاح. لا قلت نجاح؟ قلت نجات. طيب قلت نجات ولا تزعل جوري. طيب رحوم، اللقاء حينتقل الآن لك يا رحوم، بعد إن شاء الله حنرجع لعفوف، وأيضا إن شاء الله لو بقي من الوقت عندنا للروش وعندنا حلاوي. خلاص خلاص يا حلا، جاهز اليوم حلا حلا حلا. خلونا قبل ما نروح للقاء خلونا نقول انه حلا عندها كلمة تحب توجهها لعفاف بمناسبة تدشين الكليب، وش تقول لعفوف؟ مبروك عفاف على تدشين الكليب واحبك. ايوه، هي تسمعك الان. ها شكرا يا تقولك شكرا. طيب ايضا لارا، شوي بس لارا تقدم لك الكلمة، ايضا لارا تقدم لعفوف كلمة قبل ما، بس انه احنا نشوف انه عندنا تغييرات. يلا سريعة، وش تقول لها؟ الف مبروك على نجاح الكليب، وإن شاء الله دائما تكوني متفوقة وكل النجمات إن شاء الله سيروا زيك. يلا إذن عفوف الآن تروح تتجهز لي إن شاء الله تدشين كليبها، كليبها. كانت كلمة مباشرة
من حلاوي وكلمة مباشرة من الروش لعفوفتنا. احنا قلنا انه عندنا لقاءات مع الجمهور الحاضر على الهواء مباشرة. عالم اطفال مواهب، عالم كل الاطفال، يفتح ابوابه تقريبا من كل يوم عصرا الى تقريبا الساعة 12 لكل الاطفال من يحب المشاركة في مدينة الالعاب الكهربائية والهوائية والالعاب المتنوعة. كما ذكر ايضا للاسر ولمن يحب التسوق بامكانكم الحضور الى عالم اطفال المواهب. ففي عالم اطفال المواهب يوجد موقع خاص للأسر المنتجة، وكذلك بالتحديد من موقع اطفال المواهب هناك مول متكامل وهو الصالح مول. انا كذا شايف واحدة كذا اقتحمت علينا البث المباشر ما شاء الله. تعالي 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 شطورة، تعالي تعالي اسمك ايه؟ خليها تجي عندك، خليها تجي، تعالي تعالي تعالي. يا سلام، قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. اسمك ايش؟ حمص. حمص ما شاء الله. قدمت الهدية لمين؟ انا هذه. ما شاء الله على همس. اذا همس جت عطت لارا وردة. هل همس الجميلة؟ همس شوف الكاميرا، وين الكاميرا استاذ سامي اللي علينا الكاميرا؟ استاذ سامي وين الكاميرا اللي على همس؟ يلا شوف الكاميرا هناك وسوي كذا الكاميرا، سوي كذا همس، هموس سوي كذا، سوي كذا هنا هنا شوف. ايوه سوي كذا. ايوه ممتاز هموس. هموس هذا جوري صح؟ هذا جوري. إذا ما شاء الله على همس جت كذا مقتحم البث، عطت وردة لأرجوان لارا عفوا. شكرا لهمس للأمور همس اللي جت معنا اليوم. طبعا نذكر أعزائي المشاهدين أنه اليوم حنعمل أكبر قدر ممكن من اللقاءات مع مع الزهرات أو مع الجمهور الحاضر اليوم. لقاءاتنا متنوعة ولقاءات مستمرة مع الأطفال الحاضرين معنا. حتى أنا ودي أن أقوم أعمل لقاءات هناك ومسابقات، لكن ممكن الوقت ما يسمح. تتجه الآن رحوم إليك المايك وتفضلي رحوم إلى الموقع. حنا نعد لك بس لين توصلي يا رحوم. طبعا نذكر، تفضلي، نذكر أنه عالم أطفال المواهب عالم مليء، عالم كل الأطفال صحيح، مليء بالفائدة بالمتعة بالتشويق لكل من يحب المشاركة معنا في عالم أطفال ومواهب الفضائية. أيضا كما نذكر هنا تذكير مهم إنه الدخول لهذه الليلة مجاني إن شاء الله. في الأيام القادمة حيكون عندنا السحب، في الأيام القادمة حيكون عندنا حفل سنوية قناة أطفال ومواهب الفضائية. هذا الحفل طبعا يختلف عن بقية الاحتفالات، حفل دائما يكون هو الأضخم هو الأكبر في عالم أطفال المواهب. حتوزع العديد من الهدايا القيمة والمتنوعة للجمهور الحاضر المشارك معنا. كما نذكر ونقول أن حفل سنوية القناة هو في عشرة في سبعة عشرة لا 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 عشرة سبعة عشرة سبعة اللي هو يوم الجمعة، يوافق يوم الجمعة إن شاء الله حيكون عندنا حفل السنوية. الدخول إن شاء الله حيكون هناك توزيع للمشاركين معنا والمتفاعلين معنا. إذن يمكن حمد يطلع معنا الآن، خلودي يطلع معنا الآن على القناة. طبعا هذا خلودي ابن الأستاذ سليمان، مبسوط اليوم وجاء اليوم منورنا، نقول ما شاء الله عليه. إلهام، من اللي جاء معنا قبل شوي على الكاميرا؟ خلودي يبكي ولا ما يبكي؟ كثير. كم يبكي في اليوم؟ لا تعد ولا تحصى. يتكلم ولا باقي لسه؟ بس يقول بابا. يقول بابا بس. ايه يقول بابا بس. انا طيب. ها جوري، وين 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 حمودي اليوم؟ حمودي وين؟ ما جاء اليوم. ليه زعلان ولا ايش؟ انا سمعت ان حمودي انه عنده انشوده صح؟ لا. ما عنده انشوده؟ لا. طيب حتسجل انشوده ان شاء الله، ان شاء الله في الايام القادمه حتسجل انشوده. ها يقول ايش؟ سمعين ايش يقول؟ ستة قصة ستة. أنا فتحت الإنشودة حق سنوية القناة. إيه ما شاء الله. طيب حننتقل الآن للقاءات مع رحوم. حننتقل إليك المايك رحمة، إليك الكاميرا. أطفال ومواهب، أطفال ومواهب، أطفال ومواهب. الآن أنا مع زهرات جميلات وراح أسألهم بعض الأسئلة. ايش اسمك؟ حنين. كيف حالك؟ بخير. صف كم؟ ثالث. عندك مشاركة؟
ايوه تفضل. انا وردة بيضة شكلي جميل، يا محلى جمالي يا ام الامين، يا اطفال يا اطفال اشربوا الحليب للصحة والقوة اصغر. شكرا لك. ايش اسمك؟ اماتة. فرحانة اليوم؟ ايش رايك بالاجواء؟ عندك مشاركة؟ ايه تفضلي. وطننا حبيبنا يحبنا بنا ويسعد قلوبنا، وطننا حبيبنا وطننا حبيبنا. شكرا. ايش اسمك؟ سهل. كيف حالك؟ الحمد لله. مبسوطة؟ نعم. عندك مشاركة؟ ايوه تفضلي. وطننا حبيبنا يحبنا ويسعد قلوبنا، وطننا حبيبنا وطننا لا لا سكن امين ومؤتمن. شكرا لك. ايش اسمك؟ ميار. صف كم؟ اول. عندك مشاركة؟ ايوه تفضلي. ربي ربي يا رحمن املأ قلبي بالإيمان، احفظ أمي ولا غاليف واحفظ لي كل الأخوان. شكرا. كيف حالك؟ كويس. مبسوطة؟ اي. فرحانة عشانك حضرتي معنا حفل تدشين كليب عفاف؟ أجل. عندك مشاركة؟ أعوذ بالقرآن. تفضلي. طيب سمعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. صدق الله العظيم. شكرا. ما شكرا لك، ما شاء الله كان صوتك جميل. ايش اسمك؟ علا. فرحانة اليوم؟ ايوه. صف كم تدرسين؟ ثالث. عندك مشاركة؟ ايوه. سمعينا. انا وردة بيضة شكلي جميل، يا احلى جمالي مال الامين، يا اطفال يا حلوين اشرب الحليب للصحة والقوة اسأل الطبيب، اشرب على مهلا اشكر الاله، لازم تشكر ربك ابدا لا تنسى، والحمد لله والشكر لله. شكرا لك، ما شاء الله مشاركتك جميلة. كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ غلا. تقرب اللي مين؟ تعرفين إلهام؟ ما شاء الله. عندك مشاركة؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم، ما شاء الله صوتك حلو. ايش اسمك؟ سالة. تعرفين الهام؟ كيف حالك؟ احوالك. عندك مشاركة؟ تفضلي. تبت يدا ابي لهام وتب ما اغنى عنه معلومه كدا، تيسر رانا ذاك لهام امراته الحمامات والحطاك دجي بيها منتا صدق الله العظيم. شكرا لك. ايش اسمك؟ جوان. كيف حالك؟ طيبة. مبسوطة؟ إيوة. عندك مشاركة؟ لا. خلاص شكرا لكم، مع السلامة. لجلتنا للعليا لازم تبقى طول حياتك تقدم للأفضل، حاول تستخدم قدراتك واسمع لك مستقبل، لازم تبقى طول حياتك تقدم للأفضل، حاول تستخدم قدراتك ويصنع لك مستقبل، ويصنع لك مستقبل، ويصنع لك مستقبل. لازم تحيا.
نحن نعود مرة أخرى إلى هذا الاستديو الجميل والرائع. الأجواء بدأت تحلو هنا في عالم أطفال المواهب. نذكر أنه لقاءات مستمرة مع الجمهور الحاضر. قلنا أنه بناخذ أكبر عدد من الجمهور الحاضر اليوم يطلعوا معنا، لهم نصيب بيطلعوا معنا على البث وعلى الهواء مباشرة وعلى قناة كل الأطفال، قناة أطفال ومواهب الفضائية. لا ننسى بتذكير اليوم، اليوم عندنا تدشين كليب عفاف البارقي حلمت، وأيضا تدشين البوابة الإلكترونية لقناة أطفال ومواهب. أيضا عندنا السحب على أجهزة إلكترونية والسحب الكبير على سيارة. إذا اليوم فعاليتنا متنوعة في عالم أطفال مواهب. حتى الآن لمن يحب الحضور بإمكانك المشاركة معنا في عالم أطفال مواهب، الدخول مجاني، لقاءات مستمرة مع الجمهور، أيضا فعالياتنا مستمرة في الاستوديو مع اللقاءات المتنوعة. مثل ما قلنا أنه هنا أيضا تذكير مهم لكل من يتابعنا الآن، انه حفل السنوية تم يعني وضع هذا الموعد وتم تقرير هذا الموعد يا رحمة، انه يوم 10 من شهر 7 حيكون هو موعد حفل القناة اللي هو حيوافق يوم الجمعة ان شاء الله. طيب حنقول الان انه سنوية، نعم سنوية القناة. طيب هناك لقاء الان ان شاء الله حتوجه صديقتنا لارا، حتوجه للجمهور، حتعمل لقاءات متنوعة مع الحاضرين، لين بس اعطي الإشارة، حتقدمي لقاءات مع الجمهور الحاضر اليوم. مثل ما قلنا ونقول انه حيكون عندنا اليوم لقاءات مع اكبر عدد ممكن، حنستمتع مع بعض بالعروض الشيقة والمتنوعة لهذه الليلة على المسرح مع نجوم وزارات قناة اطفال مواهب وكذلك التدشين، صح؟ طيب قلنا انه فعاليتنا ما زالت مستمره. جوري نحب يعني لازم تكون في المايك ولازم نوضح يعني عشان ما نتقاطع مع بعض، انه فعاليتنا شيقه، ما زالت اللقاءات مستمره مع الاطفال. لكل من يحب المشاركه معنا عبر هذا البث الحي والمباشر. طيب خلونا احنا ايضا عندنا التذكير المهم، عندنا التذكير المهم انه اناشيد السنويه ان شاء الله راح تسجل في مصر. وايضا حيكون عندنا لقاء جماهيري هناك في مصر، في دولة مصر الحبيبة. طيب خلونا نسأل خلونا نسأل جوري. جوري مو سؤال، هو مو سؤال، هو كلمة توجهيها للقناة ككل، لبابا، للأستاذ سليمان، لجميع الطاقم، الأستاذ حسين، الأستاذ سامي، الأستاذ أحمد شلين، جميع الطاقم بشكل عام. لا الكلمة هذه عن البوابة الإلكترونية، نبغى تهنيهم، نبغى تقول شيء عن البوابة الإلكترونية اللي تم افتتاحها في هذا اليوم. أي نعم، قدمي لهم الكلمة اللي تحب تقدمها، إنك تهنيهم بهالبوابة، تشكريهم على هالجهود وهالإضافة الجميلة. أشكر الطاقم وبابا وإنهم بذلوا جهد كبير في المركز الصالح. جميل جميل جميل. إذا جوري قدمت الكلمة، لارا البوابة الإلكترونية اللي هي يعتبر إنها هي البوابة لعالم أطفال المواهب لكل من يحب متابعتنا عبرها. نشكر كل متابعنا. أيوة، وش تقولي للجمهور الحاضر؟ وش تقولي لطاقم القناة؟ يعني هم سبب وجود هالبوابة، وايضا الاستاذ يبقى. وش تقول لهم عبر الكلمه هذه اللي تحب تقوليها؟ وش تقولي للجمهور؟ شوفوا هذه، انا وضحت السؤال، اقول انه هل البوابة وراها طاقم القناة؟ ايش الكلمة اللي تقولي لطاقم القناة بمناسبة تدشينها اليوم؟ شكرا وما قصرتم، ويعني تعبوا تعب كثير، وانا اشكرهم. حلو، اذا يستاهلوا كل شيء. اذا هذه كلمه وجهتها صديقتنا لارا. لارا انت بعد شوي حتوقف هناك عند الجمهور، حتعمل لقاءات مثل ما عملتها رحمه وجوري، وكانت لقاءاتهم جميله. طيب ايوه، طيب الان انا حسالك يا الهام، الكلمه اللي تحب توجهها لطاقم القناه سواء اداره و اللي هم المتواجدين معنا في القناه، اعضاء القناه، وش تقولي لهم بمناسبة تدشين البوابة الإلكترونية؟ طبعا
طبعا مبروك لكل الطاقم للأستاذ إبراهيم وما قصرتوا، وإن شاء الله تعجبكم البوابة الإلكترونية وعدد الكلمات عن شكركم. إذن كلمة جميلة من نجمتنا إلهام سليمان الدوجان، وجهتها لكل طاقم القناة وطاقم القناة إدارة وأعضاء في القناة بمناسبة تدشين كليب أو بمناسبة تدشين البوابة الإلكترونية. كل هل الفعاليات وكل هل يعني البرامج المتنوعة هنشاهدها بعد شوي إن شاء الله على المسرح، سواء تدشين الكليب أو تدشين البوابة الإلكترونية. البوابة الإلكترونية اللي حنا نعتبرها إضافة جميلة وجديدة لعالم أطفال ومواهب. إذن الآن لارا إليك الجمهور، تفضلي لارا. يوم توصل عند الجمهور حتعمل لقاء الآن مع اللي حيكون موجودون معك الآن من الأطفال اللي حيشاركوا إن شاء الله. نذكر أعزائي المشاهدين فعالياتنا ما زالت مستمرة لمن يحب المشاركة معنا. حياكم الله جميعا، اليوم حضور رائع وجميل لعالم أطفال مواهب. حيكون عندنا السحب على سيارة، السحب على أجهزة كهربائية إلكترونية. لا نطيل عليكم هنا في الاستوديو، ننتقل أو إن شاء الله حننتقل لنجمتنا لارا، حيث تقدم لارا لقاءات مع الحاضرين لعالم أطفال مواهب والذين يحبوا المشاركة معنا في عالم أطفال ومواهب. كما نذكر أعزائي المشاهدين أنه مثل ما قلنا أنه اليوم حيكون عندنا السحب على سيارة، أجهزة إلكترونية كهربائية، حيكون عندنا تقديم هدايا للحاضرين والمشاركين إن شاء الله خلال الأيام القادمة اللي يعتبر في الإجازة منتصف اللي هي الإجازة اللي تكون في منتصف الفصل الثاني. عندنا حيكون حفل السنوية يوم الجمعة الموافق 10/7، حيكون عندنا حفل سنوية القناة. مثل ما نعرف أنه حفل سنوية القناة حفل كبير، حفل جميل، حفل يختلف عن بقية الاحتفالات بخامة التنظيم وبتألق التنظيم اللي يقدمه. طبعا أعزائي المشاهدين وعبر الهواء مباشرة نحب نقول أنه تدشين الكليب وتدشين البوابة الإلكترونية حيكون إن شاء الله بعد اللي هي دقائق من الآن. حنستمتع جميعا بهذا التدشين الجميل والرائع، حنستمتع مع بعض بما حنشوف اليوم من إبداعات عفاف البارقي التي يعني هي مبدعة ولها جمهورها ولها محبيها. حنشوف اليوم إن شاء الله إبداعها في كليبها الجديد حلمت كلها مع بعض حلمت. نعم، كليب جميل، كليب رائع، كليب متألق، كليب أبدعت فيه عفوفتنا. وحنشوف إن شاء الله هالكليب اللي طال انتظاره وطال يعني انتظار هذا الكليب الجميل والرائع. طبعا أعزائي المشاهدين إحنا الآن حننتقل للارا، ومثل ما قلنا إنه عندنا تدشين للكليب وتدشين للبوابة الإلكترونية. إليك ما أدري أستاذ سليمان، أستاذ سامي، حننتقل الآن. إذن حننتقل الآن إلى صديقتنا لارا. إليك الكاميرا وإليك المايك لارا مع الجمهور، وإليك اللقاءات يا لارا. نتعرف على بعض الأمورات. إيش اسمك؟ فتحية. عندك مشاركة؟ أيوة. سمعينا. سارعي للمجد والعليا، مجدي لخالق السماء، وارفع الخطا الاخضر يحمل النور المسطط، رددي الله اكبر يا موطني موطني، فالحج فخر المسلمين، عاش الملك والعلم والوطن. شكرا. ايش اسمك؟ مريم. عندك مشاركه؟ سمعينا. سارعي للمجد والعليا، مجد لخالق السماء، وارفع الخط فخر اخضر يحمل النور المسطط، رددي الله أكبر يا موطني موطني. شكرا. إيش اسمك؟ وحدار. عندك مشاركة؟ شكرا. إيش اسمك؟ أمل.
عندك مشاركة؟ ايوه سمعينا. مكة يا مكة يا حبنا يا مكة، يا قبلة الصلاة، الكعبة فيها مكة اللي منها جانا رسول الله. مكة يا مكة يا حبنا يا مكة، يا قبلة الصلاة، الكعبة فيها مكة اللي منها جانا رسول الله. شكرا. ايش اسمك؟ روابي. ايش اسمك؟ رولا. ايش اسمك؟ بيادر. ايش اسمك؟ دينا. ايش اسمك؟ ونس. شكرا. إذن أعزائي المشاهدين، حننتقل الآن لتدشين البوابة الإلكترونية لعالم أطفال المواهب وقناة أطفال المواهب. لا نطيل عليكم بالحديث، لننتقل سويا إلى موقع التدشين. إذن بسم الله نبدأ الآن تدشين البوابة الإلكترونية طبعا لعالم أطفال المواهب atfal1.com. طبعا نشكر سناب لايف جازان موجودين معنا اليوم. البوابة الإلكترونية طبعا تحتوي على صفحة البداية، فيها أخبار وفيها صفحات للنجمات أو تعريف لكل نجمة، تستطيع إلهام تحرك النجمات، طبعا كل نجمة لوحدها، عفاف هنا طبعا حصري، تنزل في الكليبات. الكليبات الصوتية كثير كان يعاني من قضية كيف أنا أقدر أسمع نشيد أو أحمله عن طريق الويب، تقدر تحمله الآن على جهازك الخاص. فيها أحداث الفعاليات، صور، برامج، فيديوهات، الانتساب، تراخيص القناة. تقدر تحجز فعالية إذا كان عندك مؤسسة أو دائرة أو سوق، تحجز الفرقة من هنا، توصل رسالة مباشرة لإدارة القناة. اليوم جانا أكثر من خطأ، وصلتنا حوالي 70 رسالة شخصية من أطفال يقول نبغى نحجزكم تجون عندنا في البيت، نبغى نحجزكم مثلا تجوا عندنا في السوق الفلاني. لا، اللي يحجزنا هم أصحاب الشأن، أصحاب الفعاليات ومنظمي الرسمية، الجهات الرسمية اللي هي تنظم، اللي تدفع التكاليف بالأصح يعني، وليس الأشخاص. طبعا هنا اللي هو الأيقونة هذه بث لايف، يعني تقدر تشوف القناة من هنا، ما عندك أي. هنا أيضا الاتصال، صفحة الاتصال بالقناة، هتقدر بصفحة الاتصال بالقناة تقدر ترسل رسالة، وتقدر أيضا تحدد في الجوجل موقع عالم أطفال ومواهب فين، تخش على طول حيوديك أنت في أي مكان بالسيارة جاي من أبها، حيدلك لين الموقع الرئيسي للقناة. طبعا حندشن كليب عفاف، أحب أشكر معنا اللي معانا في التدشين. خلينا نشوف وسائل التواصل، الرقم الموحد للقناة، الرقم الدولي، تمام، وهنا طريقة التواصل، ثم إرسال رسالة أيضا للقناة، وهناك اقتراحات. طبعا زي ما تشوفون بدأ يحمل الجوجل، تقدر عن طريقه توصل لموقعنا من أي مكان أنت جاي، من أي مكان تقدر توصل للموقع. طبعا السحب على السيارة حيتم آخر فقرة اليوم. أرحب معي طبعا النجمة تالا زيلع والنجمة القائدة للفرقة عفاف البارقي، متواجدين معايا الآن في التدشين، وأيضا حندشين الكليب بعد قليل. تالا عندها هدية صح؟ لي صح؟ هيا أحب أهدي هذه الهدية أستاذ إبراهيم عشان تدشين البوابة الإلكترونية. شكرا. شكرا لك. وأيضا جت تشارك زميلتها عفاف البارقي في تدشين الكليب. نسمع تحية من الجمهور عشان نطلع المسرح. وين التحية؟ ودي بقى دائما طيب الريح، أطفال مواهب ما يهزهم ريح، أطفال مواهب ما يهزهم ريح، نودي إلى الأجيال أسمى المعاني ونحيطهم بسمى الأمل والأمان. اللي جالسين قدام نجلس لأن البث متواصل، اجلسوا اجلسوا، خليكم جالسين خليكم جالسين عشان نبدأ الآن التدشين. نستأذنك أستاذ أحمد ناخذهم منك بس عشان التدشين. طبعا نشكر في التغطية سناب لايف جازان متواجدين معانا.
أو جازان لايف صح؟ جازان لايف. نسمع تحية قوية للزهرات، تحية قوية. بأحلى إبداع تساهم بأحلى الأفكار. طبعا مجرد ندشن حتشوفوا الكليب على الشاشة. اجهزوا. للطفل الصغير تخاطب تفتح له آفاق ترفيه وتوجيه. هنبدأ تدشين الكليب الخاص بعفاف بعنوان حلم. تفضل عفاف. أستاذ سليمان جاهز؟ جاهز يا باكر؟ نبدأ بسم الله. شغل معك. يلا بسم الله نبدأ. شغل براحتك. يلا واحد اثنين ثلاثة. تفضل يا باكر نسمع. يلا حلو.
وما تيأسوا واصل معكم العروض نشيد سادو. من خلاف الأخلاق صادو مهما تخفى أو تكتم ومن تعدى الناس عادو ومن تعدى الناس عادو ويصير عايش في التهمهم تهمهم واحد يشيل فلوس على أبو من دون ما حد كان يعلم في يوم سواها ويشافوه في يوم سواها ويشافوه صادو ساعتها تلطم تلطم ومن تعدى الناس عادوا ومن تعدى الناس عادوا ويصير عايش في التهمهم تهمهم واحد يقول رايح يذاكر لكن يروح النت يلعب صادو في المقهى يأنتر صادو في المقهى يأنتر يأنتر واليوم لو يخرج مراقب مراقب ومن تعدى الناس عادوا ومن تعدى الناس عادوا ويصير عايش في التهمهم تهمهم واحد يمش عيال حارة أخلاقهم ما هي سوية صاد أبو يشرب سيجارة صاد أبو يشرب سيجارة سيجارة واللي حصل ما هو شوية ومن تعدى الناس عادوا ومن تعدى الناس عادوا ويصير عايش في التهمهم تهمهم هم 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 صادوا وين التحية وين اسمع تحية قوية بثنا في هذه الليلة ما زال مستمر أعزائي المشاهدين ونكمل بالاستعراضات المتنوعة مع نجوم وزهرات قناة أطفال مواهب في هذه الليلة الماتعة وهذه الليلة الجميلة بأوبريت الوطن
اعشقك واموت في لحظة غلاك. الوطن كلي وما املك فداك. الوطن كلي وما املك فداك. انت الاول في عيوني والاخير. اعشقك واموت في لحظة غلاك. الوطن كلي وما املك فداك. الوطن كلي كلي وما املك فداك. بلاد الخير يا أرض الوفاء. يا سلام المجد يا مجد السلام. لك أحاسيس المحبة والصفاء. لك بالعالم محبة واحترام. يا بلاد الخير يا أرض الوفاء. يا سلام المجد يا مجد السلام. لك أحاسيس المحبة والصفاء. لك بالعالم محبة واحترام. يا بلاد الخير يا أرض الوفاء. يا سلام المجد يا مجد السلام. لك أحاسيس المحبة والصفاء. لك العالم محبة واحترام. كل شي فيك بأيام دفا. ونورك الوافي بدل الظلام. يا بلاد الخير يا أرض الوفاء. نسمع لهم تحية. وين التحية؟ وين؟ عز مجد شامل خيام بين الحشود. بالعطان براسك الطيب ظهر. عز مجد شامل خيام بين الحشود. بالعطان براسك الطيب ظهر. كل شبن فيك نحفظ له عمر. قدوة العالم على طول الدهر. عز مجد شامل خيام بين الحشود. بالعطان براسك الطيب ظهر. قدوة العالم على طول الدهر. كل شبن فيك نحفظ له عمر. كل شبن فيك نحفظ له عمر. شرعنا الإسلام من بين الأمم. والعقيدة نهجنا نهج الأكيد. راية التوحيد في وسط العدم. والغضاء ضوح الغضاء وسط الوليد. شرعنا الإسلام من بين الأمم. والعقيدة نهجنا نهج الأكيد. راية التوحيد في وسط العدم. والغضاء صبح الغضاء وسط الوريد. حب باقي بالزمان منذ القدم. عصر ماضي حاضر فينا يزيد. عز مجد شامل خيام بين الحشود. بالعطان براسك الطيب ظهر. قدوة العالم على طول الدهر. كل شبر فيك نحفظ له عمر. وين التحية؟ نسمع تحية قوية. السخاء والخير دايم غضاها غير. فيني لها تقدير باقي معي باقي. أبفتخر فيها وأقول مغليها. وشلون أوفيها وكل الغضا نزل. وشلون أوفيها فيها كل الغضا نزل. أرض السخاء والخير دايم غضاها غير.
افتخر فيها واقول مخليها اشكون فيها كل الغلا لازم نسمع تحية قوية. وين التحية؟ وين؟ حياكم الله مرة أخرى أعزائي المشاهدين من كل مكان خلف الشاشات، وأيضا لمن حضروا معنا هالفعالية الجميلة والرائعة اللي قلنا اليوم حيكون عندنا أكثر من سحب على أجهزة كهربائية وإلكترونية، وأيضا حيكون عندنا سحب على سيارة. كذلك من فقرة هذه الليلة اللي راح نشوفها بعد شوي هي ألعاب الخفة والخدع البصرية، هنستمتع مع بعض بهذا العرض الجميل والرائع، وأيضا عندنا عرض مميز مع الشاعر الكبير والمتألق الملقب بالنابوش شاعر الشعبيات الأستاذ محمد عطيف، حيكون أيضا متواجد معنا عبر الهواء مباشرة وعلى مسرح عالم أطفال مواهب. حنشوف مجموعة من العروض المتنوعة والعروض الجميلة جدا في هذه المناسبة الرائعة. إذن ننتقل الآن مع عروض الخفة والخدع البصرية، ونبغى نسمع لهم تحية قوية. وين تحدهم؟ نسمع لهم تحية قوية يستاهلون. أماني كما تشاهدون الآن ثلاث من الأحبال، كل حبل ربطوا بشكل دائري، يقول إنه حيداخل جميع الحبال مع بعضها، وحنشوف إذا استطاع. نبغى نسمع له تحية قوية. ها حنشوف. أنا أقول مستحيل مستحيل يا علي مستحيل. وين التحية؟ نسمع له تحية قوية، نسمع له تحية قوية يستاهل. يا علي تقدر تفكها بدون ما تفتح العقد هذه؟ خلي عندك عزم توصل للمنى. طيب حنشوف. ما تجي الامل الا بالطموح. خلي عندك عزم توصل للمنى. ما تجي الامل الا بالطموح. ايش اللي حيسويه؟ من فقرة خطيرة ورائعة مع الكابتن علي. مستحيل يفكها لو هو ايش. من يريد المجد يصعد للسقوط. من يريد المجد يصعد للسقوط. ها جميل حلو. وين تحيته؟ اسمع له تحية يستاهل. يلا حنشوف. اوه كلها ما شاء الله ما شاء الله، والله العاب خطيرة. انا بديت اشك يا علي. عندنا الان توقع كتاب علي. هذا كتاب هذا وليش يا علي؟ شايفين الآن الكتاب يشتعل علي، بس عشان الناس يشوفون. شايفين؟ حلو. قم وحقق حلمك اللي درتيه. جميل. خطوة خطوة لجلتك ضع الفيل. وين التحية؟ سمعونا تحية قوية. والله ألعاب خطيرة، والله ألعاب خطيرة. طبعا كيف ما ادري انا كيف يعني ايش اللي حاصل مو عارف.
طيب هنشوف الآن اللعبة الخطيرة هذه. حلو. لا يكون تبغى تقلبها فيل ولا شيء ولا. حلو. وين التحية؟ نبغى نسمع تحية قوية. ما شاء الله. ها. إذن ألعاب خطيرة يقدمها اليوم الكابتن علي. أنا أتوقع أن الكابتن علي يقول إنه حيطير الكوب هذا في الهواء قدامكم. وين التحية؟ وين نبغى نسمع تحية قوية؟ وين التحية؟ سمعوا التحية، سمعوا التحية الساهل. حلو. إيش اللي عندنا الآن كابتننا؟ يقول عندنا الآن كيس فارغ ما في أي شيء مثل ما تشوفون الآن. يقول بيطلع فيل من الكيس. لا لا أمزح. يقول مثل ما شفتوا الآن الكيس فارغ، أنا أقول إنه فارغ وكلنا شفنا مع بعض وحشوف إيش اللي حيطلع من الكيس. ها ها إذا طلع شيء سمعوا تحية. وين تحية؟ وين سمعوا تحية؟ سمعوا تحية يستاهل. أتوقع الآن باقي شيء علي في الكيس. ها يقول لكم شوفوا باقي شيء، باقي شيء، باقي شيء. حلو. الجمهور يقول ما باقي شيء. أتحداك تطلع شيء، أتحداك تطلع شيء يا علي، أتحداك تطلع شيء. ها يا علي أنا أتحداه لو طلع شيء. اوه اسمع له تحيه يا اخوان، اسمع له تحيه والله يستاهل. كم صارت؟ ثنتين صح؟ ايه. باقي شيء ولا خلاص؟ باقي في الكيس شيء ولا خلاص؟ ها نشوف للطفل الصغير. ها وش اللي عندنا يا علي؟ هاي شوفوا هو الان امامكم، قفل الكيس وكذا عفس الكيس وما ادري ايش سوى فيه وقدامكم الان. ها انا اقول خلاص ما في شيء، ما دام انه عفسه كذا ولخبط فيه ما في شيء، ما يطلع شيء. لو طلع شيء اليوم الاستاذ سمير يعشينا. لو طلع شيء خلاص استاذ سمير. ها اتحداك تطلع شيء. نشوف نشوف. وين التحيه يا اخوان؟ وين التحيه؟ والله هذه مشكله هذه. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا علي. اذا صاروا منها ثلاث وامامنا كان الكيس فارغ، هنشوف الان وش اللي حيقدموا من العاب خفه وخدعه بصريه. باحلى الافكار بنات اطفال براعم في عمر الازهار. حلو. اطفال مواهب نشوف المويه وين يروح. ها حلو جميل. وين التحية يا اخوان؟ وين التحية؟ نبغى نسمع تحية قوية. والله العاب خفة وخدعة بصرية، طبعا لا احد يقول شيء منا ولا منا. خلونا اصحاب، انا بديت اشك فيه. يلا حنشوف. اوه عاد علي يقول انه هذه الطاولة هو يستطيع انه يطير الطاولة هذه. حنشوف هل فعلا يستطيع ولا لا. نشوف مع بعض. يقول اخليها تستعرض. يقول ها شايفين؟ حلو. نشوف. جميل. أنا خلوني أبعد بعيد أحسن. أنا أتحداك يا علي، هذه الطاولة مو لعبة هذه. نسمع له تحية، نسمع له تحية، نسمع له تحية يستاهل، نسمع له تحية يستاهل. الله يا علي خطير يا علي. لا بعيدة هناك، بعيدة لا تجي عندي.
لكم الطاولة. وين التحية أخوان؟ اسمعنا التحية قوية لو سمحتوا. هشوف إيش اللي باقي. أحلى بسمة عيش حياتك بسمة بسمة تحيا في حب وسلامة الله الله على أحلى ابتسامة. طبعا في بعض العروض احنا نقول لكابتننا علي يعني لانه اغلبيه المشاهدين اطفال, علي عنده عروض خطيره جدا وعروض قويه جدا هي من الخدع البصريه, ولكن اغلب مشاهدينا عبر الهواء مباشره وايضا الحاضرين معنا هم اطفال, فلذلك احنا نحاول نبتعد عن العروض الخطيره شوي. ولا علي معروف بالعابه الخطيره والخدع البصريه جميله. هنشوف ايش اللي يسويه علي الان. الو, لا لا تكون, يا سلام. وين التحيه اخوان؟ اسمع له تحيه قويه يستاهل. عاد اذا خلصت يا علي, انا شفت الميكروفون هذا اقلبه ارنب, حتشوف يا علي الميكروفون هذا حاقلبه ارنب, وارنب اسود عشان لونه اسود. يلا حنشوف يا ابو سمير, ترى العشاء عليك اليوم. ها ايوه, طبعا وضع منديل امامكم الان, المنديل حلو. حلو يا سلام. ايوه, وش عندنا؟ انا اتوقع يعني ويش يعني بيكون ايش من دل محترق يعني ايش بيكون؟ وين التحية؟ وين التحية؟ نبغى نسمع تحية قوية. حلو, والله خطير يا علي. اذا مثل ما تشوفون اتوقع انه مبدعنا حيختم باللعبه هذه, انه ان شاء الله انه بعد العرض هذا حيكون عندنا الشاعر الكبير الاستاذ محمد عطيف. ايضا نذكر بتذاكر العربيه للطيران, حيكون عندنا اليوم اكثر من سحب, والسحب الكبير حيكون على سياره. يقول يبغى بنوته صغيره, احنا نختارها, احنا حنختارها, معلش نبغى بنت صغيره كذا. خلينا نختار. والأستاذ سمير اختار لنا بنت صغيرة لو سمحت. اختار اختار. لا دقيقة دقيقة, هو يختار, هو يختار, معلش لو سمحت هو يختار. حنشوف سريع أستاذ سمير عشان الوقت. بس طبعا نحب نذكر ونقول ان اليوم حيكون عندنا سحوبات عديدة, من ضمن السحوبات حيكون عندنا سحب على سيارة, وايضا حيكون عندنا سحب على أجهزة إلكترونية أو كهربائية. أنا أخاف البنت هذه تخاف و... يلا خل... إذا جت هي الحالة كويس. يلا تعالي شطورة, تعالي تعالي هنا. إيه تعالي هنا. نتعرف عليك, اسمك إيش؟ اسمي دالين. دالين ما شاء الله, نسمع لها تحية أخوان, نسمع لها تحية تستاهل. تفضل معك كابتن علي. طبعا الآن مثل ما شايفين أمامكم السطل هذا فاضي. حلو, هنشوف اللي حيقدمه ايش. نخلي المايك هنا عشان بس نسمع الصوت يقول. يقول بيجيب نقود. ها هنشوف. ها والله ما داري وش اللي حاصل. ها ابن ابويا. ها وش القصه اليوم؟ شوف شوف. ها العالي فوق مجدك يا بلادي,
الله 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 الله. وش اليوم هذا اللي حاصل؟ ها؟ ايش اللي حاصل؟ ايوه كم صاروا عندك؟ كم صاروا؟ اثنين ولا ثلاثة؟ ها؟ ثلاثة ما شاء الله عليك. ها يلا قولي احم قولي احم قولي احم قولي احم ما شاء الله عليك ما شاء الله. قولوا ما شاء الله يا اخوان قولوا ما شاء الله. ها كم صاروا؟ بالله جهز لي هدية. كم صاروا؟ اثنين لا أربعة. أربعة حلو. جهز لي هدية لو سمحت. ها يلا حنشوف. من وين جت؟ من وين جت؟ من وين جت هذه؟ من وين؟ ايوه هذا وين؟ اني حنشوف. ها ايوه لا يا صلى علي. آه. مصيبه يا علي حتى العقال طاح يا علي. طيب ها كم صاروا؟ والله عاد هذه طلع من اذننا نقود ومن كل مكان ما شاء الله. انا اقول يا علي انت من وين لك؟ حلو ها حي الجمهور حي الجمهور حي الجمهور. قول لهم كذا سيرهم كذا سيرهم كذا. ها نسمع لها تحيه نسمع الكابتن علي تحيه يستاهلون. ها بطموحي عالي يا غالي جدد نشاطك. اسمك مين؟ بطموحي عالي. اسمك داني. بالله نسمع الدالين تحيه قويه تستاهل. وين تحيه الدالين؟ عط الدالين هديه تستاهل. تفضل دالين خذ هديه. طبعا علي عنده العاب خفه جميله وايضا العاب خفه قويه جدا. لمن يحب متابعه علي ما عليه الا طبعا عنده صفحه في الانستغرام ما عليه الا كتابه علي ماجيك مباشره راح تطلع صفحه الكابتن علي كابتن الخفه والخدع البصري. الف شكرا كابتن علي ونسمع له تحيه قويه يستاهل. وين تحيه يستاهل؟ طبعا من ضمن الذين يغطون لنا في هذه الليله عبر السوشيال ميديا وبالتحديد عبر السناب شات انه سناب جازان لايف السناب الاول على منطقه جازان من ناحيه التغطيات المتنوعه للفعاليات المتنوعه بقياده الاستاذ عبدو سيد. نسمع له تحيه قويه نسمع له تحيه قويه يستاهل. اذا الان موعدكم مع الشاعر الكبير. هو الشاعر الذي ضاع صيته في منطقه جازان وايضا خارج منطقه جازان. شاعر الشعبيات الاول الشاعر الذي تالق وابدع انه وطبعا له لقب معروف النابوش الاستاذ محمد عطيف. وين تحياته؟ نسمع له تحيه قويه يستاهل. وبمحلى جيزان جوها يطربني فيها فل وريحان الله لا يحرمني. وبمحلى جيزان جوها يطربني فيها فل وريحان الله لا يحرمني. بحرها نوش طال لم جواهر تجري تكتسي بمرجان سحرها يفتني. بحرها نوش طال لم جواهر تجري تكتسي بمرجان سحرها يفتني. بحرها نوش طال. إذا التحية القوية لشاعرنا الكبير. وين تحدث اسمع له تحية قوية يستاهل. مساكم الله بالخير وليلة سعيدة إن شاء الله. وأهلا وسهلا بكم في هذا المكان الرائع المكان الذي احتضن خطواتي الأولى في هذه الحياة. حقيقة جميل لا ينسى ومعروف لا يمكن أن ينكر. وهذه الليلة ليلة من ليالي الوفاء إن شاء الله لهذا الجمهور الكبير
وهذا المكان الجميل وقناة مواهب وأطفال. تحية لهذه القناة. أقف الليلة أحيي أسرنا المنتجة وأحيي الجهود التي يقومون بها في هذه الحياة. فلا تعاند بنية، ولا تعاند بنية، قالها ابن لطيف: يا سلامي عليكم يا بنات الوطن، يا سلامي عليكم يا بنات الوطن، يا ذهب حري صافي بالصدق ما له ثمن، بنت الوطن في غلاها ماشي معها وصيف. لا لا تعاند بنية، قالها ابن لطيف. ودي اسمعها منكم هذا المقطع. ما تنكسر في المواقف وما تخاف المحن، وراسها فوق شامخ ما توطى ودن، بكفها خير صنعة والفكر راقي نظيف. لا لا تعاند بنية، يقولها ابن عطيف: انظم لها يا المغني وافخر بها ثم غن، وافرد لها بالقصايد من كل معنى حسن، في قهرها في سلاها وفي القوام الرهيف. لا لا تعاند بنية، يقولها ابن عطيف. وبنت جيزان فله اقول من حسن ظن، وبنت جيزان فله اقول من حسن ظن، انشيتها دار حكمة وانشيتها فن فن، انشيتها دار حكمة وانشيتها فن فن. لا لا تعاند بنية، يقولها ابن عطيف: من عطفها القلب غرد ولا بكى القلب حن، من عطفها القلب غرد ولا بكى القلب حن، ولا قسي من قساها بيدك تباكى وأن، وفي الفرح روح تضحك وفي الزعل يا لطيف. لا لا تعاند بنية، يقولها ابن عطيف: محلى الصفا والمشاعر وحسنها والفتن، وطيبها والبساطة وعينها لا رمن، تبقى بعيني عفيفة ومن يمس العفيف. لا لا تعاند بنية، قالها ابن لطيف: حطيتها تاج راسي، حطيتها تاج راسي وفي الحنايا سكن، وفي عيوني عظيمة يشهد لها هذا الزمن، زهرة بلادي الزكية وجعبها في الخريف. لا لا تعاند بنية، يقولها ابن لطيف. شكرا. نسمع تحية قوية. شكرا للأستاذ محمد. اتفضل الأستاذ الاستضافة هنا. خلوني أذكر المشاهدين المتابعين عبر البث المباشر، الآن راح نستضيف فريق أطفال ومواهب. طبعا أستاذ محمد عندنا هدية بسيطة مقدمة تحت مقدمة من العربية للطيران، تذكرتين مجانية راح تقدم لك للأستاذ محمد من طرفي وطرفكم، الأستاذ محمد عطيف الشاعر المتألق. نسمع له تحية قوية. كم تذكرة عندنا اليوم؟ 4 تذاكر راح توزع للجمهور من أي منطقة كنت إلى دولة الإمارات، مقدمة من العربية للطيران بمشيئة الله تعالى في السحب. نواصل الآن مع نجوم وزهرات أطفال ومواهب، نسمع لهم تحية قوية.
الهينة والفرحة ألوان. أطفال ومواهب نحن، كلمات عانقها لحن، نجدو حتى يقف الزمن يتمايل فرحا وسرورا. أطفال ومواهب نحن، كلمات عانقها لحن، نجدو حتى يقف الزمن يتمايل فرحا وسرورا. جينا والفرحة ألوان، نهدي ونشارك إنسان بالحب وصدق الوجدان. مبروك لكم أحلى نجاح، للناجح شكر وعرفان، يبقى للروعة عنوان. شكرا للحفل وللضيفان، يشرك بالسعد الأفراح. جينا والفرحة ألوان، جينا والفرحة ألوان، نهدي ونشارك إنسان بالحب وصدق الوجدان. مبروك لكم أحلى نجاح، يلي حققتوا الأحلام، يلي تحديتوا الآلام، ورسمتوا وانتوا أيتام مستقبل من غير جراح. جينا والفرحة ألوان، جينا والفرحة ألوان، نهدي ونشارك إنسان بالحب وصدق الوجدان. مبروك لكم أحلى نجاح، ولكم برسول الإسلام قدوة خير مدى الأيام. كان يتيم من الأيتام وملى الكون بنور صباح. جينا والفرحة ألوان، جينا والفرحة ألوان، نهدي ونشارك إنسان بالحب. مبروك لكم أحلى نجاح، أطفال ومواهب أطيار، أمنت هنتك يا شطار، بكرة تصير نجوم كبار، من شاف ضياكم يرتاح. جينا والفرحة ألوان. نسمع تحية قوي للبنوتة الصغيرة، مصرة إلا تطلع المسرح، جدها الأستاذ محمد صح؟ يلا ناخذ النشيد الثاني، اليتيم. سنوات في كل عام حبيتها، أيوة حبينا أطفال ومواهب، حبينا أطفال اليتيم. يا أربع شمعات والله أثمرتي، والخامس شمعة أنتي نورتي. فالمصطفى الرحمة قد علم الأمة، فالمصطفى الرحمة قد علم الأمة، بلا أب أو أم لم يفتقد عزمه، لم يفتقد عزمه، بلا أب أو أم لم يفتقد عزمه، لم يفتقد عزمه. يا
الأب ففي السماء لك رب، إذا افتقدت الأب ففي السماء لك رب. عطاؤه أبقى وعونه أقرب، عطاؤه أبقى وعونه أقرب، وعونه أقرب. بالعزم والقدام ومعظم العظماء كانوا من الأيتام، بالعزم والقدام ومعظم العظماء كانوا من الأيتام. كن عند حسن الظن إياك أن تحزن، كن عند حسن الظن إياك أن تحزن، واثبت لكل الناس بأنك الأحسن، بأنك الأحسن، واثبت لكل الناس بأنك الأحسن، بأنك الأحسن. بالعزم والقدام ومعظم العظماء كانوا من الأيتام، بالعزم والقدام ومعظم العظماء كانوا من الأيتام. أطفال مواهب فبقى لكم صاحب، أطفال مواهب فبقى لكم صاحب، لدى إشارتكم تقوم بالواجب، أطفال مواهب لدى إشارتكم تقوم بالواجب، أطفال مواهب أطفال مواهب أطفال مواهب أطفال مواهب تقوم بالواجب. نسمع أقوى تحية. صغار وكبار عند بداية كل نهار يلزمنا وجبة إفطار. ما الأخبار ما الأخبار الكل صغار وكبار عند بداية كل نهار يلزمنا وجبة إفطار. هم 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 هم. قبل المدرسة كل صباح في البيت تناول إفطارك، كل تمر بيضا وحليب واملأ في الإبداع نهارك.
الأصغار ما الأصغار ما الأخبار الكل صغار وكبار عند بداية كل نهار يلزمنا وجبة إفطار هم 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 مليون هلا مليون غلا يا فرحنا يا مسهلة مليون هلا. بسم الله نبدأ الزهرات. برجون واحدة واحدة تختار بس حتلحق. ها طيب أستاذ أحمد نوسط أستاذ أحمد الصباغ طبعا العملاق تبعنا تفضل. ما شاء الله استنى معي أستاذ أحمد لا تنزل خليك. طيب حنبدأ الآن حرك سريع سناب جازان لايف متواجد معنا تابعوا حسابه الآن أعلناه في السناب تبعنا أيضا اللي بغي يتابع الآن. طيب حسوي مسابقة عبالي جهزوا بس بسرعة اللي يرسل أول رسالة حنعطيها هدية أطفال ومواهب. اللي يرسل أول رسالة على حساب جازان لايف يكتب عالم أطفال ومواهب على حساب جازان لايف اكتب عالم أطفال ومواهب حدث الرسائل عندك وأعطنا يكون متواجد معنا حساب جازان لايف اكتب فقط في رسالة عالم أطفال ومواهب جيب لي هدية أطفال ومواهب. يلا عالم أطفال ومواهب اكتب رسالة على حساب جازان لايف عالم أطفال ومواهب عالم أطفال ومواهب حدث جاء أيوه يحمل أحمد مين ما شاء الله على طول وصلته أحمد 177 صاحب الحساب أحمد واحد أحمد موجود ما شاء الله عليك اعطي هدية أطفال ومواهب أستاذ أحمد الصباغ. يلا عند أول سحب يلا بسم الله نبدأ وقلنا أول شيء تذكرة كما قلنا عشان بس ما نلخبط بالناس. محمد موسى إدريس محمد موسى إدريس بالنسبة لهذه الأشياء لازم حاضرة. يلا حلو بعده بسرعة بس يا عفاف اللي يسحب لا يروح الاسم ما هو موجود بالله اللي يسمع اسمه يقول على طول موجود. الهدايا العادية هذه لازم وجودكم ما راح نعطي لأحد موجود بس بسرعة. خلاص عفاف يلا يلا من هذا عفاف ولا مين رجوان يلا بسرعة يا رجوان. ناصر عبد الرحمن النجمي ناصر عبد الرحمن النجمي لا تنزل الزهرة لين الشخص يجاوب يعني يكون موجود. أبو رجوان أبو وسام لا تنزل الزهرة حتى يكون الشخص موجود بسرعة. اللي بعده ما هو موجود أحمد عبد الله العوفي أحمد عبد الله العوفي بعد اسمه لا غلط يلا لا 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 وين هو موجود. طيب حلو ألف مبروك
يصفر. انا اقول له ذا الله خطير الشايب، نسمع له تحيه قويه. نبدا بالثاني اقمشه، يلا خلاص الهام، خلاص انت كويسه. اللي بعده يلا الاقمشه العيسائي للاقمشه. طيب قماشين، هذا العربية الطيران، ألف مبروك، سلم الأستاذ محمد عطيف. الآن أقمش، أيوة يلا بسرعة يا رحمة بسرعة، لا تقري جيبيها أنا أقرأ. يلا خليك لا تنزلي حتى. أوه سبحان الله اسم قريب منه، خالد عبد الرحمن النجمي، ما دامته مشى هذا يعني ما هو قريبه. ها خالد عبد الرحمن النجمي موجود، خالد بعده يا رحمة بسرعة. بسرعة أمل عبده فارع علي، ما شاء الله موجودين. حلو أقمشة مقدمة من العيسائي، تفضلوا. أي قماش ثاني مقدم من دانتيل، أي موجود، ايوه بس انت بتعرفها. الاقمشه جيبوها عشان يستلم مباشره. الاسم الاخر محمد ممتاز او محمد امتياز، ها محمد مبخوت، لا 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 هذا اسم كانه باكستاني او ممتاز، ايوه حتى الخط اوردو، حتى الرقم انجليزي، شوف والرقم بالانجليش. تعرف انجليزي؟ عد من 1 10 يعني مو انت. يلا غيره بسرعه. لا لا ما هو اصلا واضح انه الكاتب اوردو. انغام علي فقيري، انغام علي فقيري غيره. يلا عامر علي القحطاني، عامر علي القحطاني موجود ما شاء الله. حلو يلا ايوه يلا. ايضا قماش اخر مقدم من العيسائي، هذا دانتيل. نهب اربعة وبعدين تذكرة وبعدين غسالة أو ثلاجة. دي جياد علي محمد مكي أو حكمي مكي، جياد موجود غيره. يلا نذكر حفل السنوية بالقناة، نحتفل ببداية العام السادس لأطفال ومواهب في الإجازة القادمة الجمعة الموافق 10 رجب إن شاء الله. نهى فتح الدين، نهى فتح الدين جياد، أيوة نهى فتح الدين، نهى غيره جياد اعطي. أيوة يلا يا خديجة بسرعة. فهد حسين صميلي، فهد حسين صميلي موجود. يعجبني انه واحد يوقف ويطالع يدور يقول ما في، يمكن يجي. ايوه ايوه غير موجود. يلا اسم ثاني يلا يلا بسرعه بسرعه. محمد علي محمد الحازمي، اللازمي الهازمي، آخر رقم جوال 624. خديجة غيره، خليك واقفة هناك. يلا نختار
ذكرى سطام عثمان مسعود، ذكرى سطام عثمان مسعود. غيره يا خديجة. خديجة ايش هذا الحظ معك؟ يلا. ايوه استاذ محمد يقول اذا ما جابت خديجة نغير. تقى طارق محمد حسين اظن، تقى طارق محمد حسين او تقي موجود؟ لا. يلا خديجة. والله استاذ محمد يقول خديجة حظها ما ادري كيف. المخرج يقول اختار واحدة غيرها. فجر محمد علي فقيه. فجر 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 ما في. يلا 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 خلاص. استاذ محمد يقول لازم هي تجيب. يلا خلاص خلاص تجيب تجيب، ما عندكم مشكلة. بسرعة بسرعة بس خليك، خليك سريعة وتقرا. ندى طاهر محمد صميلي. ندى 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 ما في. اللي بعده على طول على طول اختاري بابا. يلا تحرك سيارة، حركي بعدين. محمد على الله محمد عبده. ما شاء الله نسمع له تحية قوية. يلا خليني أسحب الآن على الثلاجة. هذا قماش. أيوة خلاص عندكم الآن ثلاجة. يلا يا ريماس ثلاجة نأخرها شوية. خلاص السحب على الثلاجة. قلت طيب صعبة تراجع. يلا إحراج. لو فاز واحد قال لك يا أخي أنت قلت ثلاجة أول شيء، كيف تغيرت رأيك؟ أبغى ثلاجتي. وهذا رقم بدون اسم، اختاري غيره. أيوة أيوة هذا قماش الثلاجة الآن جاية لسه. بالرقم وكيف بنعرفه؟ رقمه 810 810. هذه في آخر جائزة. هذا طبعا مشتركي السوق اللي كانوا من السوق. أيوة سجلت أسماءهم أرقامهم بدون أسماء. نتفق الآن هذه كيف؟ خلاص اعطيه. حلو اعطي قماش، خلي الثلاجة الموجودين. ايوه شيلوا هذا قماش الثلاجة، ابغى الموجودين. سامي حسن ابراهيم، سامي حسن ابراهيم موجود واخذ الثلاجة. سبحان الله شوف نسمع له تحية قوية. هذا شكل هذا موجود من المغرب. هذا انت الزور صح ولا غيره؟ لا أكون بس أنا سويت حاجة غلط. آخر رقم جوالك كم؟ والله أنت الزول صح اللي من المغرب. والله نسمع له تحية قوية من المغرب ما شاء الله موجود. أيوة مبروك الثلاجة. والله شوف تستاهل سبحان الله. يا رب صاحب السيارة يكون موجود هنا يا رب إن شاء الله. يلا حناخذ الآن تذكرة الطيران. يلا مين اللي هنا؟ يلا ألف مبروك تفضل. يلا بسرعة يا جوري على طول. عامر علي محمد قحطاني عادي حظه فايق موجود. تذكرة أخذت تذكرة أول مرة يا عامر. قماش وحظك الآن قماش وسفرية وإن شاء الله الجائزة الجاية حرمة.
نسمع له تحية قوية وتسافر على طول جاهز. ايوه يلا حظه يستاهل والله يستاهل ليش لا. تفضل اي تذكرة واحدة. تذكرة عليك وتسافر لازم. ايوه الله يحفظك ان شاء الله ويسعدك. يلا ها محمد نهاري او نماري موجود غيره. الآن أقمشة طبعا من دانتيل. الأقمشة مقدمة من دانتيل والعيسائي شكرا لهم من القلب. تامر أو نادر حسن علي آخر رقمه 33. نادر حسن علي موجود. حلو جميل نسمع له تحية قوية. أقمشة على طول يلا مين اخر رقمه. طيب ابشر طال عمرك تامر امر ابو ارجوان. انت تخيط ونحن نفصل. لا ما هو كذا انت تخيط ونحن نلبس. ايوه يلا عبد الرحمن ابراهيم الجفري او الجعفري اخر رقمه 8-4-1. قم شيء هذا بعده خليك واقف هناك يا غلا. ايش قلنا تذكره صح؟ لا قماش. قماش ايضا يلا ما في خلاص ما في. اصيل حوباني اصيل اصيل يا رجب الصف هذا الصف الاول يرجع مره ثانيه مقدام الصف هذا يلا بسرعة يا رجب. نواف محمد محنشي نواف محمد محنشي موجودين ما شاء الله. ايش قلنا ها والله سبحان الله. يلا تذكرة طيران الآن يلا خلاص اللي بعده تذكرة وتذكرة ايوه تذكرتين لو تذكره وتذكره. طيران من اي منطقه الى دوله الامارات. انت مين هو تبعك هذا خلاص هو نفسه البنوته وصلت. ايوه القماش نواف محمد محنشي برضو مره ثانيه تذكره القماش. حركي يا بابا حركي اعطي القماش وهذه تذكره له برضو. اسمه جاء قلنا تذكرة كيف لا أيوة هو نفسه عادي رزقه يأخذ قماش زي اللي أخذ هناك مدام تجي اسمه. يلا اعطي هذه التذكرة وهذا القماش وحقه آخر تذكرة. طيب يقول إدارة المول يقول بالنسبة للسيارة أيوة يكون اسم ما تكرر معنا ممكن يكون واحد عبى أوراق عشان ما بعدين في الأخير. نوارة محمد عبد الله ذباب نوارة 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 لا لا ما في باقي واحدة بس يكون احد ما اخذه هذا تبعك اللي فاز حق السوق بس ما فيش هنا اعطي القماش يعني بعد هذه بعد التذكره غيره. يلا يا وسام ايوه يقول لك اللجنه اللي كسب اول اخذ في الاسماء تكرر السياره ما راح نعطيه يقول لك يا ريتني ما كسبت. مروان محمد عبد الله مروان محمد عبد الله مروان
مروان موجود؟ ما انت مروان يا والد مروان. لا هذا مستحيل يكون مروان، يمكن عبده، مستحيل الاسم ما يركب. يلا يلا يا وسام، ايه ده يا وسام؟ عمر طالب علي سعد، عمر طالب علي سعد، عمر طالب علي سعد غيره. يلا وسام يلا. يا رب. الوليد خالد ناصر الحازمي، الوليد، الوليد موجود؟ ارفع يده الوليد. هذا جاي انت الوليد، انت مروان اللي قبل هذه خلاص، ليش ما رفعت؟ طيب كم اخر رقمك؟ لا دم اللي قبله. والله يا مروان حتى ورقتك راحت. مروان اللي قبل هذا وين؟ صباغ يقول لي لا تنسي احنا على الهواء. اعطي قماش، اعطي قماش، ما لقينا الورقة اصلا. اعطي استاهل يلا جاء حثينا، ما اعطي القماش المتبقي لسه التذكرة موجودة. يلا لا لا خلاص خلاص يلا. وهذا الاسم بالانجليزي عبد الرحمن، عبد الرحمن بالعربي عبد الرحمن. طيب وما كاتبه بالانجليزي؟ طيب ها اخر رقمه 37. رقم عربي رقم انجليزي. يلا غيره يلا. هشام احمد عبد سعيد، هشام احمد عبد سعيد غيره. يلا يا ودو سعاد حيدر، سعاد حيدر اللي بعده. يلا يلا يودو بسرعة الصوتة عجوز سنانها مكسرة. عيسى عبد الله شامي، عيسى عبد الله شامي، عيسى عبد الله شامي موجود غيره بسرعة يا وداد. خليل كاملي، خليل كاملي او هذا جاي يمشي. اسمك ايش؟ عيسى. طيب ارفع يدك عيسى من اول. يلا تعال تعال. خليل موجود؟ خلاص نعطي عيسى، لو تخليل مو موجود يلا ايوه اذا جاء نعطي هدية عادي، مو موجود خلاص. ها بسم الله السحب الكبير يبدأ الان. حرك الصندوق وجاء حلا، حظ حلا ومعها قائدة الفرقة لازم. عفاف تعالي خليك مع حلا. سيارة ايوه حرك يلا التصوير يا مخرج تحت. يلا هم هم يصورون قاعدين. جاهز جاهز ما عليك ايوه. المخرج رقم اثنين ابو سام. يلا اختارت والله انا ما ادري لسه ما قلنا. وري الان طبعا الاسم هو اسم بصراحة، اللي فاز اسم وان شاء الله يكون متواجد يا رب عشان نشوف فرحته كذا. رقم جواله رجال رجال
رقم جواله شركة موبايلي. يعني اللي ايوه اللي موبايلي استعد. واللي اسمه محمد برضو. واللي اسمه محمد يستعد. احد رقم موبايلي واسمه محمد موجود معانا يرفع يده. والله هذا رافع يده. تتوقع انه انت تفوز؟ ابوك اسمه احمد. ها ابوك اسمه ايش؟ قل لي قل لي عادي. الوالد اسمه ايش؟ الله يحفظه. ايوه انت اللي رافع يدك. ها تراد جابر. ها في احد اسمه محمد؟ اسمك محمد مين؟ اسمك محمد علي. حلو. للاسف لا. اسم اخر. ايوه اسم اخر. اول مره والله الولد حتى كذا. استاذ محمد لطفي احنا على الهواء يا استاذ محمد. الاسم محمد وجده محمد واحمد بين النقطتين على قولة علي حجوري. اذا الاسم هو محمد احمد محمد الشيخي. نسمع له اقوى تحية. موجود والله. نسمع له اقوى تحية وساكت. الاسم الفائز محمد احمد محمد الشيخي واخذ السيارة. الف مبروك. وليش ساكت؟ ليش نقوله ساكت؟ نسمع له اقوى تحية. تعال 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 وساكت وساكت. ليش؟ ها صدمة صدمة. احلف. ولا حركة ولا حركة. ما شاء الله تبارك الله. نسمع له اقوى تحية. دقيقة دقيقة استنوا استنوا. يقول ولده ابغى اعرف الجوال المسجل نهايته كم. ايوه ايوه وريني الرقم اللي مسجل هنا عندي في الورقة. ويدوله في جواله. بس حوري الجمهور والمشاهدين. استاذ عبدو شفت نهاية الجوال كم؟ لازم هو يقوله صح ولا لا؟ ايوه خليه. ها عند اخر رقمه كم؟ 4 4 8 6. كاميرا طلع الورقة. 4 4 8 6 صح؟ والسناب صح؟ فعلا الرقم هو. نسمع له اقوى تحية. الف مبروك الف مبروك. والله تستاهل والله تستاهل. الف مبروك. اذكر الجميع بمتابعتنا احنا في كل خميس وجمعة هنا. لا تنسوا الحفلة الاضخم والاكبر هي سنوية القناة. ان شاء الله راح تكون في الاجازة القادمة 10 رجب اضخم احتفالية حتشاهدون الاعلانات. شكرا لمن حضر. اذكركم قبل ان تنصرفوا زوروا الاسر المنتجة. زوروا الاسر المنتجة. شوفوا اللي عندهم. قدموا لهم الشكر على هذه المشاركة. هدية من مؤسسة علياء للاستاذ محمد عطيف. نسمع تحية قوية. الف مبروك الف مبروك. والله مبسوطين انه اللي فاز من الاشخاص الموجودين. شاكرين مقدرين. كيف الورقة جبتها؟ متى؟ تقريبا قبل 4 ايام صح؟ ما شاء الله. نسمع له اقوى تحية. نسمع له اقوى تحية. الف مبروك الف مبروك. اذا مشاهدينا متابعينا على الهواء مباشرة نستودعكم الله ودائما نلتقي بكم في عالم كل الاطفال. اطفال ومواهب. شكرا لجازان لايف. وايضا نشكر متجر بلونة المشارك في تهيئات هذا المسرح. اشكر ايضا جازان لايف. اشكر جميع الرعاة العربية للطيران. شكرا لكل من شاركنا. الشكر الكبير لمركز الصالح التجاري والترفيهي. الشكر الكبير لمركز الصالح التجاري والترفيهي. الف مبروك الف مبروك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.